بس كده تمام. احنا كده دلوقتي كلنا نبدأ. حد ذاكر المحاضرة اللي فاتت؟ حد يعرف أي حاجة عن المحاضرة اللي فاتت؟ ها؟ ذاكرتها شوية، شات جي بي تي برضه، شات جي بي تي. بصوا، المحاضرة اللي فاتت كانت يعتبر داكس شوية، كانت لغة داكس، عشان يعني، السلام عليكم. بس كده، فعشان قصدي ان هو ايه، يعني اغلبيه الباور بي اي في ناس بتستخدم التولز اللي فيه، اللي هي تشارتس والكلام ده، بس انا حبيت ان انا اوريكم حاجات كتير قوي في الداكس، وان شاء الله هنكملها النهارده، وان شاء الله مش هنستخدمها تاني غير بقى في الاخر خالص. هي هتبقى بس المره دي بس هنتكلم عن الداكس، عشان ده الكور بتاع الباور بي اي. هي فيها معادلات شويه بس صدقوني الموضوع مهم قوي. وطبعا بقى نتكلم بقى عن الشارت وكده. كلنا طبعا عارفين الشارتات اللي هي البيزك، اللي هي كولوم وباي تشارت وكام. بس انا برضه لازم اقولها لكم عشان نبقى، والفانل تشارت هجيب لك الفانل تشارت والله. انا يعني انا كده كده جايبها لك. بصي، هو في يا جماعه شارت اسمها بيزك، وفي شارت اسمها ادفانس. الادفانس ده اللي هو بيجيب لك الحاجات اللي البيزك ما قدرتش عليه. يعني مثلا في مثلا كولوم تشارت، كولوم تشارت كلنا عارفينه، اللي هو بيبين القيم وهكذا، والبار تشارت اللي هي كده، الكولوم كده، البار كده، خلاص. في الباي تشارت اللي هي الفطيره دي، وفي اللي هي في النص اللي هي الدونت. هما الاثنين واحد عموما، بس هي الدونت بس اتعملت عشان يقول لك لو هتفل حاجه جواها، ودي الناس بتستخدمها اغلبيتها في الاكسل احسن، وكمان عشان تشيل الملل شويه، ما يبقاش كل حاجه انت عاملها باي باي باي، فالموضوع بيبقى رخم شويه. طبعا بقى في بقى حاجات اتزنقوا فيها، يعني مثلا زي الباي تشارت. الباي تشارت اتزنقوا فيها علشان لما بتعمل اكتر من قيمه يبقى شكلها وحش قوي. حد خد باله لما بتيجي تعمل باي تشارت على كذا، على 20 قيمه مثلا، تلاقي الشكل زباله يعني. فاخترعوا بقى التري ماب. التري ماب دي اللي هي ال هيرارتي، مربعات كده، مربعات مربعات مربعات، دي اخترعوها علشان تفل الجاب بتاعه الباي تشارت. بعد كده عملوا الكومبو تشارت. الكومبو دي اللي هي ايه، بار، وفيها بقى اكتر من، فيها لاين تشارت عشان تقدر تجيب منها. انتوا حد فاهم اللي انا بقوله ولا؟ السلام عليكم، تمام كده؟ معلش انا اسف يعني، بس كده شايف شيرة قصادي كده دلوقتي. في ايه تاني؟ في بقى الفانل دي، بقى الحاجات الادفانس. في بقى الريبون تشارت، في سكاتر تشارت. ان شاء الله اوريكم حاجات اهي. انا يعني انا كنت، هو في حد بيتكلم؟ مش حد بيتكلم. هو تعالوا كده احنا نفتح بس كده سيشن 3. تعال ننزل بقى كده، نعمل دي كده الباي والدونت. الباي والدونت هما الاثنين برضو بيمثلوا قيم، وهما الاثنين واحد يعتبر، بس الفرق ما بين الباي والدونت اللي فيه فرق، اللي فيه اللي هو الجاب اللي في النص دي عشان لو انت، دي بيستخدموها اكتر في الاكسل. عارفين حته الانسرت شيب والانسرت تكست بوكس دي اللي انتوا تحطها في النص كده، هي دي بتتعمل في الدونت اكتر. هما نفس السيركلر والسلايسز اللي انت تقدر تعمل من كل سلايس كده منها كاتيجوري بريزنت داتا بروبوشنالي، اللي هي جزء كده اللي هي تمام. كومبير بقى طبعا تقدر تعمل اللي هي مقارنات ما بين الكاتيجوري. باي تشارت دي كده طبعا، باي تشارت ايتش سلايز كورسبوند تو يونيك كاتيجوري، طبعا كل حته منها بتبين كاتيجوري مختلف او قسم مختلف او حاجه وصفيه مختلفه. طبعا احنا بنقيسها بالعين، احنا بنقيس الباي تشارت دي بالعين، يعني لما تلاقي الداتا كبيره واخده النص كده يبقى اعرف ان الداتا دي كبيره. لما تمام كده، او زي مثلا دي مثلا اللي هي طبعا انتوا اول ما تشوفوا البرتقالي ده، البرتقالي ده واخد يعتبر اكتر من نص الشارت، فده يعتبر مستحوذ اكتر على البيع او ايا كان هو ايه، يعني دي بتبقى اكتر. اكزامبل مثلا سيلز ان مانث، طبعا كده كان نعملها دلوقتي. لارجر سلايس هاز ذا هاي سيلز ان ذا مانث، اعلى سلايس هو كده كان واخد اعلى بيع في الشهر. الدونت شارت هي نفس كل حاجه، بس الفكره كلها ان هي الفرق اللي ما بينهم اللي هو رينج شيب، اللي هي الدايره اللي في النص دي، اللي هي الدايره اللي في النص. برضه نفس الفكره، هي ما فيش اي حاجه طبعا. يعني لو تحبوا ان احنا نعملها، انا حابب ان احنا نعملها، ممكن لو سمحتوا. يلا بينا، انا اكسرسايز اهو، انا عامل لكم في كل فولدر في اهو،
اسف سامحوني انا جاي، فهتلاقوني بتهته كتير وتلاقوني ببهبه كتير. ف باي تشارت اكسرسايز 3 ميل بيرفين فيجوالز، هتلاقي في حاجه اسمها باي ودونت. تعال يلا تاكوس كريم. هو بس اللاب، بس ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، يفتح الباور بي اي وان شاء الله يبقى بخير ان شاء الله. هو الابلكيشن تقيل اصلا، هو الابلكيشن تقيل عموما، هو البايت قصدي الباور بي اي. الباور بي اي برنامج تقيل يعني، برنامج مش 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 سهل، وبيستهلك من الرامات وبيستهلك من حاجات كتير قوي، يعني عايز حاجه تقيل عشان يشتغل معايا. بصوا يا شباب، اول ما تفتحوا شباب معلش ركزوا بقى معايا، وهنعمل كل اللي انتوا عايزينه. اول ما تفتحوا هتلاقوا على اليمين هنا كده في الداتا، انا كده كده عامل لكم امبورتنج في الـ في الموجوده، يعني هي كده كده معموله امبورت فيها. دي الداتا ودي الفيجوال وده الفلتر. ركزوا بقى في الحته دي، ده البان دي او البين دي اسمها فلتر، ودي تقدر تفلتر على الفيجوال وتقدر تفلتر على البيج كلها. تفلتر لا اما على الفيجوال مثلا تقول له انا عايز قيم معينه تظهر لي في الشارت دي، او تقول له فلتر على البيج كلها، تقول له ما تظهرليش غير مبيعات مثلا وليكن ايجيبت او مبيعات يو اس اي، ما تظهرليش غير دول. الفيجواليزيشن الحاجات دي كلها، وطبعا احنا مش هنشرح كل دولت يعني، لان في حاجات استخداماتها مالهاش لازمه بالنسبه لنا، وكمان مش في الكورس. استخداماتها مطلوبه لكن مش مطلوبه في الكورس. والديتا دي، الديتا دي اللي بتظهر فيها الداتا سيت او اللي ايه؟ كله بيستخدم. اللي ما كانتش اخترعت يعني. كله بيستخدم. يعني مثلا اجور ماب دي، اجور ماب دي انا عمري ما فتحتها، اجور واقف عليها زي اهي. اجور ماب دي ما سلام عليكم. بكلمها وانا بعملها، انت ايه بتعملي ايه؟ تمام كده، دي الداتا. فطبعا احنا عندنا الداتا هي سيلز، لما نيجي عايزين نشوف تيبل سيلز. انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ تمام، عشان بس نشوف تيبل سيلز هندوس على تيبل فيو كده. ده شكل السيلز كله، ده شكل الشيت كله. الشيت ده اسمه فلات سكيما. الشيت ده كده اسمه فلات سكيما. يعني ايه فلات سكيما؟ كل الداتا معمولها ستورد في شيت واحد بس. تمام؟ الستار اللي احنا كنا شغالين عليها اللي هتلاقي كل تيبل في لوحده كده وفي فاكت سيلز بالنص، ده اسمه فلات سكيما. فلات سكيما ده على الداتا الصغيره، الداتا اللي هي البسيطه دي، دي فلات سكيما دي تنفع لها. لكن لما تكون الداتا بقى بالالاف وبالملايين وكده، لازم بقى ايه نفصل بقى كل حاجه لوحدها عشان ايه نعرف نشتغل عليها. فدي كده الداتا. وطبعا لو احنا جينا هنا كده في التيبل هنلاقي بس ان هو عباره عن جدول واحد، جدول واحد بس هو اسمه سيلز. هنيجي هنا كده وهنيجي نعمل انسرت باي تشارت. باي تشارت اهي، استنوا لحظه والله خليك. بصوا الباي تشارت دي اول ما انا اكبرها كده شويه كده هتلاقي الباي تشارت اهي. كل علينا ان احنا نفتح الداتا دي عشان بس اوريكم بس ايه اللي ممكن يحصل. معلش لحظه. دي كده الداتا، هنجيب المانث دي نحطها عشان بس تعرفوا. هنا في ليجند، هنا هتلاقي اول ما تفتح الباي تشارت في حاجه اسمها ليجند، في حاجه اسمها فاليو، في حاجه اسمها ديتيلز. تمام، الليجند دي اللي بتحط فيها الشهر، والفاليو طبعا تحط فيها الفاليو اللي هو مثلا زي كوانتيتي او سيلز. يعني مثلا احنا خدنا مثلا كوانتيتي كده، جاب لنا المنظر ده كده. خلاص، هو عباره عن ليجند وفاليو. الليجند دي اللي انت الحاجه اللي انت هتحط فيها، اللي هي مثلا الحاجات الوصفيه، اللي هي مثلا الشهر مش هتحط فيها قيم، لان انت لو انت عكست الموضوع هيبقى شنيع، يعني الموضوع هيبقى كده واشد دي كده، الموضوع هيبقى صعب قوي. فاهمين قصدي يا شباب؟ فانت لما تيجي تشد دي كده وتطلعها هنا كده، خليكم بس ركزوا معايا عشان الموضوع يبقى كويس بالنسبه لكم. ده كده دي الليجند، ده كده دي الباي تشارت. طبعا احنا بقى عايزين نعدل. بصوا يا جماعه، التعديل اللي انا هعدلها دي مش هنقعد نعدلها كل، يعني مش هقعد كل شويه اشرحها لكم، لان احنا الفورمات اللي انا هعدله هو فورمات في كل الشارتات. خلاص كده وصلت؟ يعني انا هاجي هنا كده، شايفين ان حاجه اسمها بيلد يور فيجوال. لو انا واقف على الباي تشارت ودوست على الدونت، يعني انا واقف دلوقتي دوست عليها اهي ودوست على الدونت، اتحولت لدونت على طول. يعني مش محتاج ان انا امسح واحط واحده تاني، انا بزي اكسل يعني، هو بمجرد ما انت واقف على الفيجوال عملت فيجوال تاني تلاقي سمعت عليها، ولو دوست عليها ودوست على هنا كده تاني هتلاقي جابها لي كجدول.
فانت خليك في البايت شورت زي ما انت ماشي، لان الاماكن واحده، فاهمين قصدي؟ لان المكان هنا، المكان اللي مثلا في الجدول هو هو المكان اللي في الشارت هو هو نفس المجال اللي في السكاتر، كلهم واحد. وصل كده يا شباب؟ طب انا عايز ابين بقى او اعدل في الفيجوال دي، اعدل فيها عشان بس اقول لكم، بس يعني احنا هنعدل مره، والتعديل ده دائم معانا بقى بعد كده في كل الشارتات، يعني مش كل شويه اقعد اقول لكم ده هنعمل كذا وهنعمل كذا. خلاص، احنا اول حاجه دي الفيجوال، الفيجوال دي اللي انت بتختار منها الحاجه، ويبقى فيها حاجه اسمها ويل. ويل يعني بير، البير ده اللي هو اللي هي الحاجات دي، البير ده بتملاه بقى، اللي انت بتسحب الحاجه فيه او بتدوس عليها بال كده اللي هو كسلكت، يعني تدوس عليها سلكت، وهو الباور بي اي بيديتكت الحاجه، يعني بمجرد ما انت مش محتاج انك تقول له اي حاجه، انت بس بمجرد ما تدوس كلمه مانس وتدوس كلمه مثلا سيلز اوردر توتال، ده هو اوتوماتيك بيحط الاماكن، هو اوتوماتيك بيديتكت الحاجه على طول، انت بس كل عليك انك تتابع وراه بس مش اكتر. احنا عايزين نعدل الفيجوال دي، هنعدلها ازاي؟ هنيجي هنا في حاجه اسمها فورمات يور فيجوال، اهي اهو الجزء ده كده، هندوس عليه. هنا بقى ده اللعب بقى في الفيجوال، في الشارت دي هنقول له ايه؟ هنقول له الليجند دي لو انا دوست عليها اون، الليجند دي اللي هي المانس دي، اللي هي المانس، اللي هي المانس ومارش، اللي هي قصدي ابريل ومارش وفيب، هدوس عليها كده اختفت، لو دوست عليها تاني رجعت. طب انا عايز اعدل جوه الليجند، ادوس عليها كده هنا، يقول لك انت عايزها في السنتر رايت ولا في التوب ليفت ولا في البوتوم ليفت ولا ايه؟ انا خليها في سنتر رايت زي ما كانت ماشيه، سنتر رايت اللي هي بتبقى في النص هنا كده اهي. طب انا عايز اكبرها شويه، هنيجي عند التكست وهنيجي هنا نكبر الكلام كده، نخليه مثلا 15، يبقى 15 اهو كده، ونخليه بولد مثلا، ونخلي الكلام بيبقى باللون الاسود، الاسود الدارك يعني، ما يبقاش اللي هو اللون الرمادي الغامق كده. احنا عدلنا حته الليجند. طب في تايتل، في تايتل، التايتل بتاع الليجند اسمه مانس، فطبعا انا مش محتاجه لان هي باينه لوحدها ابريل وفيب ومارش، فمش محتاج ان انا اقول له ده كله من مانس. اروح اعمل هنا كده، اروح دايس على التايتل ده كده، اروح لغيها اهو، انا هنا اهو، خلاص كده وصلت. ده كده، دي كده الفورمات بتاعه الليجند دي. طب انا عايز اظبط بقى الحاجات اللي هنا دي، اللي هي الصغيره قوي دي اللي انتم ممكن مش شايفينها. هندوس هنا كده على ديتيلد ليبلز. ليبلز دي يا جماعه اي حاجه تسمعوها ليبل، اعرفوا ان هي الليبل دي اللي بتتحط على الشارت، اللي هي اللي بتدي للشارت قيمه، يعني بمجرد ما اجي اعمل هنا كده انت هتلاقيها ارعب، هتلاقي مش فاهم اي حاجه، فاهمين قصدي ايه؟ طب انا الليبل دي اللي هي بتبقى الارقام اللي بتتحط على الشارت اسمها داتا ليبل، افتكروا الاسم ده كويس عشان داتا ليبل دي هنبقى مكملين معاها لمده 100 سنه قدام. داتا ليبل هندوس اهو كده، وبعد كده يقول لك انت عايزها اوتسايد ولا انسايد ولا انسايد اوت ولا انسايد اوت، ده فيلم صح؟ انسايد اوت ولا اوتسايد، يبقى خليها مثلا بريفير انسايد، اهي كده في الحته دي كده خلاص. ونيجي عند الفاليوز دي كده ونكبر الكلام كده كتير 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 كتير، بحيث ان انا عايزكم تشوفوا، شايفين كده صح؟ انا عايزكم تشوفوا الفيجوال اهي، وطبعا شايفين الباك جراوند دي، او تعالوا نقرب كده الكلام كده شويه، ولا مش ده الباك جراوند دي؟ طبعا لو انتوا عايزين تعملوها باك جراوند اون اوف، الحاجات بتاعت تحت الكلام، تخيلوا بقى في الشارت يعني من ضمن الفزلكه بقى حاطين باك جراوند، فنخليها من غير باك جراوند. ممكن نخلي بقى الديسبلاي يونت بقى يا جماعه، بصوا عشان بس تفهموا اللقطه دي، الديسبلاي يونت دي يونت بيقول لك ايه؟ اليونت بيقول لك انت الداتا بتاعتك في الالوفات، في الثاوزند ولا في المليون ولا في الايه، او ما تدوس عليها هيقول لك ده ثاوزند ولا مليون ولا بليون ولا تريليون. طبعا انت لو تلاحظوا ان الداتا اللي عندي 194000 هي في الثاوزند، يعني هنخليه في الثاوزند او خليها اوتو هي كده كده هيديتكت الحاجه يعني. ونعمل الديسمال، الديسمال اللي هي الفروقات العشريه، يعني دي هنا 194000، او ممكن لو احنا خليناها 2 يبقى 194000 وكسور، يعني لو انا خليتها هنا 2 هتبقى كسور و70 وهكذا يعني، فلا نخليها زي ما هي كده. ده كده خلاص، ده كده الحته بتاعت الفيجوال. ايوه ممكن عادي براحتك يعني، ممكن ترجع انا بشيلها، ما عادي مش فارق، انا بالنسبه لي انا بشيلها، انا كده كده مش فارق يا باشمهندس يعني. لا انا لا لازم، لا في اوقات بعمله تايتل وفي اوقات لا، يعني هي مشروحه لوحدها. بصوا يا شباب بقى، معلش لقطه هنا تاني بس، معلش انا اسف، حته هنا برضو عايزينكم تفهموها اكتر.
هنا في ناس بتتلخبط، والحته دي تتميز على لوكر في حاجه في البايت دي بالذات، البايت بالذات عشان انا جربت في الاثنين. البايت شارت في اللوكر ما فيهاش ان انت تجيب كل الداتا ليبل كلها مره واحده في الشارت. هفهمك ازاي لما نيجي نخش كده عند، احنا كل ده يا جماعه لسه في فورمات يور فيجوال فورمات اهي. نيجي نخش على الداتا ليبل، في حاجه اسمها اوبشن زي، نيجي هنا كده ليبل كونتنت اللي هو الكونتنت. لو تلاحظوا هنا مكتوب ايه، داتا فاليو وبرسنتج اوف توتال. يعني مثلا الراجل ده عامل 56% من التوتال، الراجل ده عامل 13% من التوتال. لكن لو انت جيت هنا مثلا قلت له داتا فاليو بس، قال لك 194000. طب قلت له مثلا عايز برسنتج اوف توتال، قال لك الارقام دي. طب كاتيجوري، قال لك ابريل وكذا. اما بقى لو اول داتا، بصوا بقى الاوبشن ده مش موجود مش موجود في اسمها ايه لوكر، مش موجود الاوبشن ده مش موجود فيها. مثلا اقول له مثلا ايه، انا عايزها الكاتيجوري مع البرسنتج، اخليها بالمنظر ده كده. ونروح قايلين ايه، نشيل بقى الليجند، ما هو كده كده خلاص بقت اسمها بقت موجود، يعني اسم الشارت نفسه بقت ابريل وفبراير وفبراير ومارس، فبقى موجودين. فانا مش محتاج بقى يبقى في ليجند على اليمين عشان توسع الحاجه. هنيجي نعمل هنا كده في الليجند ونمسح كده، بقت الشارت بقت مشروحه اوتوماتيك. ممكن نيجي بقى نغير بقى في التايتل ده، التايتل ده بقى مش من هنا بقى. بصوا يا شباب بقى التايتل ده مش من هنا، التايتل ده هنا كده في حاجه اسمها جنرال، هنا الفيجوال هنا الجنرال، هنا في حاجه اسمها تايتل. شايفين كلمه سم اوف اوردر توتال سيلز مانثلي، اول ما ادوس عليها كده هتتشاف. طب لو انا دوست تاني هتفتح، واجي بقى ايه اقول له مثلا لا انا عايز ده اسمه توتال توتال سيلز باي مانث. خلاص كده اهي. ونخلي بقى الكلام يكبر اكتر، يعني نخليه مثلا 20 كده ولا 50 ايا كان، يعني عايزكم بس تشوفوا تاكيد شايفينها صح. تمام كده، فدي كده بقت الفيجوال بالنسبه لنا. وطبعا طبعا نقدر طبعا بقى نعدل بقى في كذا حاجه ونعمل افكت، اللي هي بقى الحاجات بقى اللي فيها تاتشات دي، اللي هي مثلا ايه عايزين تحطوا شادو، عايزين تحطوا مثلا اي حاجه، فدي تتحط في فيها دي. تاني كده فورمات فورمات ايه؟ ماشي، دي حاجات بتبقى موجوده جاهزه بقى سيمز اهي، سيمز ما دي سيمز اهي، هوم اهي. لا مش هوم، اسمها فيو اهي، في الفيو. لسه 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 عشان كل حاجه خلاص كده اسمها سيمز. ده كمان في السيمز دي حلوه. قصدك على ادوبي كلر؟ قصدك كلر ادوبي اللي بتعمل، لا بتعمل الوان وتحطها جوه جوه الباور بي اي. لا بس هنا في سيمز هقول لك. انا لا انا هنا لوكر برضو بتتفوق على دي، ان انت ممكن تحط له صوره مثلا، وليكن اشهر مثلا حاجه احنا عارفينها شركه المقاولين العرب، يغلب عليها طبع ايه، لون ايه، لون اصفر. فهو انت بمجرد ما بتحط له الصوره هو بيقول لك السيمز ده تنفع باللون الاصفر واللون الابيض وهكذا. وانت تحط تاخد الالوان وتعمل لها حاجه اسمها هيكس كلر، الكلر مكتوب بهيكس، حاجه اسمها هيكس هيكس ديسمال، اللي هي هيكس كده، دي بتاخد الكود وتحطه عندك فبياخد اللون بتاع اللوجو. ده كده عملنا دي. احنا بقى لسه بقى في الحته بتاعت ان احنا نعمل سلايسز. السلايسز دي الحته دي كده، دي انت ممكن كمان تغير الالوان بتاعه الفيجوال. فاهمين قصدي يا شباب؟ انتوا ممكن مثلا تخلوا دي مثلا باللون دي كده واللون ده كده، ويعني السلام عليكم. فاهمين قصدي؟ السلام عليكم. ده كده شباب معلش كده، خلينا في ده كده اهو، ده كده ده البايت شارت. خلي البايت شارت اهو. طبعا في طبعا هنا في هنا اوبشن بقى حلو قوي هنا اسمه فوكس مود. يعني لو الداتا دي صغيره انت طبعا مش هتخلوا بالمنظر ده كده، يعني تبقى الفيجوال بتاعكم صغير، يعني بتخلوه مثلا بالحجم ده كده مثلا. ففي حاجه اسمها فوكس مود اهي، الحركه اللي هي العلامه دي كده، شايفين اللي هي العلامه دي، اول ما تدوس عليها هتلاقي الفيجوال كبرت، تشتغل عليها وتروح خارج هي بترجع تاني تبقى صغننه. تمام، حاجه اسمها فوكس مود. ماشي، نخليها برده كده صغننه كده، ونرجع تاني هنا كده، ونخلي الداتا ليبلز دي نصغرها شويه، نخلي الفاليوز دي كده بالظبط، يعني نخليها كده انتوا كده شايفين صح؟ نخليها كده بالكبر ده كده. ونيجي بقى هنا تاني، نيجي نعمل دونت شارت. احنا عشان نعمل دونت شارت نعمل ايه؟ هنعمل هنا كده اهو كنترول سي كنترول في اهو، خدنا الكولوم شارت اهي، وهندوس عليها دونت شارت، هندوس على دي كده بس.
خدنا الباي هما الاثنين واحد. طب لو انا عايز افل الحته اللي جوه دي افل ازاي؟ حط فيها باي شارت. لا ايه كارد احط فيها كارد. طب والكارد اجيبه منين؟ ماشي. طب تعالى كده كارد اهو، هندوس على كارد. الكارد يا جماعه صح بالمناسبه هو بيعرض قيمه واحده بس، ده الكارد القديم. في كارد جديد بيعرض مالتي رو، بس انا بصراحه لسه متمسك بالكارد القديم يعني على قلبي زي العسل بصراحه. اهو هنيجي هنا كده مثلا نحط وليكن الكوانتيتي. احنا انت لسه في الموقع ولا ايه؟ انت تمام يعني؟ تمام اهو. هنيجي هنا في الكوانتيتي، هنيجي مثلا كوانتيتي كوانتيتي كوانتيتي. فين الكوانتيتي؟ الكوانتيتي انا باجي بسحب على طول، انا ما بعتمدش، انا باجي بسحب على طول كده. قال لك كوانتيتي ايه؟ ارجع تاني كده. نصغرها ونشيل الباك جراوند، نعمل كده اهو. نعمل ايه تاني؟ تتوقع تقول لي نعمل ايه تاني؟ خلينا نشوف الاسم اللي تحت. شايفين كلمة فورمات دي؟ في هنا حاجة اسمها برينج باكورد وفورورد. ايوه الفيجوال اللي تحت الكارد فوقيها. فأنا عايز الفيجوال تبقى فوقيه. فاهمين قصدي ايه؟ فممكن نقول له سند باكورد. برينج فورورد. هو تحت هو هنا يبقى احنا لازم استنى اقول لك انا هقول. يبقى دي الدونت دي نيجي هنا كده في وفي في في انا بعطل انا بفصل بسرعه اهو. افكتس اهي. وفي هنا باك جراوند، ممكن نخلي باك جراوند دي كده بالظبط. يا نهار ابيض يا عم محمد. فبص بقى هنا تبقى جميله قوي. لما نيجي نختار ابريل المفروض يتغير معانا ابريل، فدي تبقى حلوه. فاهمين قصدي؟ اللي هي تبقى دي اللي انت عملت سند باك جراوند. بصوا يا جماعه عشان على فكره سمع يا جماعه، بس انا اول مره اعملها معاكم على فكره، ما عملتهاش قبل كده في باور بي اي، بس انا بعملها كتير قوي في الاكسل وبعملها كتير قوي في الاوبشن ده يا جماعه. الاوبشن بتاع ده الاوبشن بتاع باك جراوند وسند باك جراوند كده في الاكسل وفي الوورد وفي الباوربوينت وفي الباور بي اي وفي وفي لوكر. فيعني الاوبشن واحد، فاهمين قصدي؟ يعني انا ماشي معاه خلاص. فهنا السم اوف كوانتيتي دي الحاجه او الميزه الوحيده في الدونت، انت بتحشيها حاجه في النص كده. وصل كده يا شباب؟ يعني انت مثلا تدوس على مارش يجيب لك المارش ويجيب لك الكوانتيتي بتاعتك. وصل كده يا شباب؟ السلام عليكم. الدنيا كويسه؟ لو عايزين تجربوا جربوا. طب مش هنجرب نكمل؟ نكمل نكمل. مش لازم مش لازم. يا شباب انت بتجرب؟ ماشي حاضر. ممكن بقى نخلي بقى دي الكوانت دي مثلا دي ندوس على طبعا هنا اتفضل. ما هو حاضر حاضر. بص احنا عملنا التشارت دي كده في الجنرال في الافكت. بص هقول لك انا على حاجه، التشارت دي زي ما هي كده دلوقتي، زي ما هي كده. هنعمل ايه؟ انتوا لحد الان كده سباق كويس صح؟ تمام. اول ما هنا كده اول ما يجي هنا كده واجي ادوس على في اي حته فاضيه طبعا، ادوس على كارد فجاب لي الكارد. الكارد دي طبعا وظيفتها ان هي بتعرض قيمه واحده بس، لا اما سيلز لا اما كوانتيتي زي ما تحبوا يعني. فانا خدت الكوانتيتي دي اهي وبسحبها على الفيلد اللي هي الفيلد اللي هي بسحب الكوانتيتي واحطها على الفيلد، فظهرت الكوانتيتي اللي هي 174. وصل كده؟ ف الفكره بقى ان انا عايز احط ال 174 جوه الدونت. هنعمل ايه؟ الدونت دي بص اول ما دوست على الدونت ال 174 قصدي الكارد اختفت وراها. هي لو عملت كده هتلاقيها وراها. ايه ده؟ لو عملت كده قصدي معلش اهي كده نجيب دي اهي كده اهي بالظبط. فنعمل ايه؟ شايفين اول ما اجي ادوس على الكارد دي كده في حاجه اسمها فورمات فوق اهي، فورمات فوق. في حاجه اسمها سند باكورد، خليها وراها. سند باكورد، فكده اول ما اجي ادوس على دي بقت وراها اهي كده. واجي على الدونت دي كده واجي على كلمه فورمات واجي عند جنرال واجي عند افكت واروح عامل ترانسبيرنسي لحد الاخر. السلام عليكم. اقفل الباك جراوند خالص. شكرا جدا لك. شكرا جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. طب كده يا جماعه فكده احنا عرفنا الباي وعرفنا الدونت. انا جاي بس النهارده بقى نحكي بقى شويه في الباور بي اي. احنا المره اللي فاتت كنت واخدكم كده في كده في الداكس، وطبعا لسه في داكس تاني يعني. فاحنا هنروح من بعض فيه.
هو ازاي يعني اطبع الاكل الصح ازاي؟ جراديوال او ايه؟ يعني اصل في تيبلز مثلا بجرب عليها بس مش عارف استخدم داتس فيها في ايه؟ انا مش شرط يعني يكون كل الداتا سيت ليها استخدام. مش بالظبط، انا في داكس في حاجه يا جماعه نكمل بس كده عشان في حاجات هتبسطكم قوي يعني. استنى معلش معلش هوريك كمان حاجه موقع النهارده جايبه لكم هيعجبكم قوي في الداكس. بصوا يا شباب بقى معلش عشان بس نكمل، ده طبعا ده الباور بي اي، اغلبيه الحاجه كلها انت تشتغل على الهوم من هنا كده. وصل كده يا شباب؟ اغلبيه الحاجه هتشتغل من هوم. طب انا عايز اغير مثلا السيمز، السيمز هنيجي هنا في الفيو اهي، في الفيو في السيمز اهي، جزء السيمز اهو لما اجي ادوس عليه كده اجيب لكم السيمز دي كده، ده السيمز. لما اجي ادوس هنا كده بس عايز اقول لكم بس الباور بي اي في حته كده جميله قوي يعني وشيك قوي. شايفين كلمه اكسسبل سيمز دي؟ دي معموله للي هم عندهم عمى الوان. الاكسسبل سيمز دي يعني لو مثلا دي على فكره ده اوبشن جامد قوي على فكره. اوبشن هيبقى جامد جدا والله مش بهزر، لو انت تعرفت ان مديرك مثلا عنده عمى الوان ولا حاجه وعملتها له الموضوع هيفيده جدا. يعني انا مثلا في ناس انا كنت مثلا شغال مع مديرين قبل كده كان المدير ما بيشوفش قوي، فكنت لازم ان انا اعمل له على الاكسل مثلا كريبورتات بفونتي 15 بدل 11 واعمل له تبقى الخلفيه سوداء والكتابه بيضاء بحيث ان فاهمين قصدي ايه؟ فيشوف قوي. فدي على فكره بتفرق قوي على فكره مع والله ما بهزر الموضوع على فكره بيفرق قوي. حتى يقول لك لا اعمل له ريبورتات زي تحسين، يعني اعمل له ريبورت زي تحسين عشان هم انا متعود مع الاداره الجديده طبعا والناس الجديده لا عادي الناس بتشوف عادي. فعملت اللي هي الباك جراوند تبقى صفراء والكتابه تبقى سوداء، اللي هي الفيل تبقى صفراء والكتابه سوداء. فده بيفرق قوي والله يعني مع الوقت كده. انت كمان حاول تبقى لماح كده شويه، يعني الموضوع بيبقى المدير كده يقول لك تلاقيه بيعمل بيبتدي يعمل كده ابتدي انت يعني فكر. على فكره الموضوع هيفرق كتير قوي. اكسسبل فترقى بالظبط. اه بالظبط بالظبط. الاكسسبل سيمز دي يا جماعه، بصوا يا جماعه الاكسسبل سيمز دي بتفرق كتير قوي والله بجد. دي لو حد عنده طبعا زي حالتنا يعني هندوس كده هنا، اول ما ادوس على السيمز دي كده مثلا بيطلع لي السيمز ده. طب انا عايز ارجع، طب انا عايز ماشي اصل الصوت بتلاقيني بعمل كده عارفه عارفه زي الرادار بتلاقيني وداني بتعمل كده. دوسي دوسي على الكارد نفسه هيطلع لك فوق فورمات بالظبط. حاضر هقول له انا هقول له خلاص كده يا شباب. طب احنا مثلا عايزين عشان بس ايه عشان ما نرجعش الموضوع ده تاني عايزين مثلا نجيب مثلا لوجو معين او حاجه في هنا كان في هنا حاجه اسمها كلر ادوبي دوت ادوبي. كلر دوت ادوبي ده موقع بتحط اللوجو بتاعك هو بيجيب لك الالوان وممكن كمان تختار انت اللون اللي انت عايزه. يعني بيقول لك مثلا ايه اكستراكت سيم فين اهو اهو كويس كويس والله انتوا بتشوفوا. شكرا جدا ليك شكرا جدا. او تعالى مثلا في الدي نجيب وول بيبر مثلا واخد مثلا اي وول بيبر مثلا اختار مثلا دي مثلا. هو بص قال لي ايه؟ قال لي ان الوول بيبر دي الالوان اللي تتاخد منها الالوان دي وممكن انت كمان تغير يعني ممكن تاخد دي كده تقعد تغير انت يعني بس هو الى حد ما بيجيب الالوان اللي هي ينفع تتربط ببعض. طب دي ايه دي؟ دي اسمها هيكس كود اهي الجزء اللي تحت ده اسمه هيكس كود او اه بتدوس عليها كده فكده اهو فكده انت عملت لك كوبي تو كليب بورد. بعد كده تيجي هنا وتيجي في السيمز هنا كده وتيجي تنزل خالص 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 كاستمايز كارنت سيم وتيجي هنا في بصوا بقى يا شباب بقى في الكالر 1 دي وتيجي هنا كده تروح عامل لك كنترول في كده نقلت على اللون بتاعك. طب انا بقى اقول لكم بقى يعني ايه كالر 1 كالر 2 كالر 3 وهكذا. كالر 1 اللي هو اول لون هيطلع في التشارت اول لون هيطلع. طب مثلا انت بتقارن مثلا بكاتيجوري تاني هيطلع لك كالر 2 بكاتيجوري ثالث كالر وهكذا لحد كالر 8. ما انت اكيد مش بتقارن ما بين 8 فاهم قصدي؟ وهكذا بقى سنتمنتنت كالرز سنتمنتنت يعني الالوان الهاديه الالوان اللي هي الريلاكسيشن دي سنتمنتنت. في اسامي كده بتبقى غريبه كده شويه زي سبسيدايزيشن كده كلمه غريبه كده تمام كده يا شباب. فكده احنا يعني الى حد ما ورد. وكمان بقى في هنا حاجه اسمها موبايل لاي اوت. موبايل لاي اوت دي اللي هي ايه بقى؟ احنا جينا هنا هي كانت فين؟ كانت هنا في قائمه فيو في حاجه اسمها موبايل لاي اوت.
دي ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله لما نيجي نعمل بابلش بقى على الباور بي اي سيرفيس وتدوس على موبايل موبايل لاي اوت. دي انت بتعمل التشارت بتاعتك غير التشارت اللي موجود على الديسكتوب. انت بتعمل حاجات من نفسك انت. يعني مثلا تيجي تختار انت دي كده وتحطها هنا وتقول له مثلا عايز التشارت دي كده كلها تطلع هنا كده بالطول كده مثلا. خلاص بتقول له مثلا انا عايز الكارد ده مثلا هنا كده. وانت اللي انت اللي بتصمم وفي الاخر بتسمى عندك على الموبايل. فاهمين قصدي ايه؟ طبعا بقى على الباربي اي سيرفيس ان شاء الله يعني. تمام. او ممكن تمسح خالص ده الكلام ده كله وتروح عامل اوتو كرييت. هو اوتوماتيك بيروح عامل لك هو اوتوماتيك بيعمل الاوتو كرييت دي على طول. وصل الكاشه بقى. فالموبايل بعد كده اهو الموبايل تحت اهي ده واللي هي الديسك لاي اوت اهي. طبعا الموبايل ملوش علاقه بالديسك لاي اوت. يعني انت عملت الديزاين على الموبايل فمش فارقه معاك، مش هيبوظ لك حاجه في الديسك لاي اوت. فكده احنا الى حد ما خدنا يعني جزء كده سريع على الباور بي اي والدونتس وكده. انا بقى هنعمل هنا كده سيف. اول مره سيف، انا سيفت جوه ال اول مره سيف بسيف جوه الاكسر تايم. لا اله الا الله. نيجي بقى ننقل على التري ماب. التري ماب دي على فكره مهمه قوي. التري ماب دي بقى حلاوتها بقى في ايه بقى؟ ان الباي شارت، تعالى بقى نشوف كده، ننقل هنا كده. احنا لا المفروض كان كومبو شارت، بس نرجع نرجع على التري ماب على طول. بصوا يا جماعه بيقول لك ان في التري ماب دي هنا اسمها حاجه اسمها ليميتيشن. ثواني كده تعالى اوريك. ليميتيشن اوف باي اند دونت شارت. بصوا المنظر ده لما تيجي تعمل مع اكتر من كاتيجوري تلاقي المنظر بالمنظر ده كده، تحس ان هي بتقطع عشان تدي بقى توزع للناس يعني. فاهمين قصدي؟ فالشكل ده مش قد كده. هنا بقى يجي بقى التري ماب. التري ماب دي بقى بتعمل ايه؟ على فكره فعلا انا بستخدمها، بيبقى مكان صغير جدا تقدر تشوف منه حاجات كتير قوي. غير هنجربها دلوقتي في ال سلام عليكم. اقول لك استنى، اقول لك انا على معلومه حلوه. تعالى كده نشوف الاكسرسايز بتاع الباي اند دونت ده. انا افتحه تاني واوريكم جنبيها التري ماب دي بتجيب داتا قد ايه والباي شارت بتجيب داتا قد ايه. صح كده ولا صح؟ صح. بقى منتشر اول الماوس ده. ايه؟ بقى منتشر اول الماوس ده. ده اللي الخامه اللي تحت اللي هي دي. بصوا يا شباب بقى اللقطه دي، معلش معلش معلش. ناسف ناسف ناسف. لو دوسنا على كلمه تري ماب، تري ماب اهي عامله زي اهي كده اسمها تري ماب اهي. دوس عليها هيجيبها لك فوق هنا على الشمال. التري ماب دي فيها اكتر من حاجه. تعالى كده نبص بقى على دي. فيها كاتيجوري، فيها ديتيلز، فيها فاليو، فيها حاجات كتير قوي. تعالى كده نبص كده على الكاتيجوري ممكن نجيب ايه منها. كاتيجوري كاتيجوري كاتيجوري، ممكن ناخد مثلا برودكت سب كاتيجوري ومعاها مثلا الاوردر توتال. لا انا عايز الريجن الاول. ماشي الريجن، عايز ريجن ريجن. بصوا شباب بصوا اللقطه دي كده. بصوا الديزاين ده بيقول لك ايه؟ ان يوروب، معلش عشان بس اوريكم بس حاجه، ان يوروب يوروب بعديها اسيا بعديها نورث امريكا. دي كده باينه قوي ان يوروب دي كبيره قوي، يعني باينه قوي ان يوروب دي كبيره. الفكره بقى في ايه بقى؟ ان احنا برضو عايزين نزود بقى في حته كده هوريها لكم واحنا بنشرح دلوقتي. دلوقتي انا عايز بقى ازود فيها ان انا عايز ابين فيها الداتا شويه. يعني بصوا يوروب دي اسم بس، انا عايز اجيب بقى منها الداتا. بصوا لما تيجي تدفع عليها تلاقي هنا ايه؟ تعالى ننزل هنا كده عشان تجي لها هنا. هتلاقوا في نورث امريكا ان البيع بتاعها ب 91800. شايفين على المربع اللي هو المربع اللي طالع ده الشادو ده. طب انا دلوقتي عايز احط لها مثلا شويه داتا ليبل او ندوس داتا ليبل اهي بس صغيره جدا. تعالى كده نكبر كده الكلام كده شويه اهي 145000. ونيجي عند الكاتيجوري ليبل. الكاتيجوري ليبل دي اللي هو اسم الكاتيجوري نفسه اللي هو يوروب يوروب واسيا والكلام ده. هنيجي نكبرها برده كده اهو يوروب واسيا وهكذا.
فكرة بقى في التري ماب دي ان انت لو حطيت فيها اكتر من حاجه، يعني مثلا تعالى مثلا ناخد برودكت سب كاتيجوري مثلا. بصوا برودكت سب كاتيجوري دي مش بظهر، بس بصوا حته قد ايه، تعالوا كده بصوا حته قد ايه ممكن تجيب منها داتا نفس الشكل ده. لو انا خدته كده كنترول سي كنترول في وقلبته باي تشارت، السلام عليكم، شفتوا المنظر عامل ازاي؟ فاهمين قصدي؟ يعني ايه؟ لا بس انا قصدي زحمه، بس تعرف تقرا منه على الاقل، على الاقل خمس سته من هنا. انا مش قصدي انت تعمل، يعني انا عايز بس اجيب حاجه اقرب شويه. لا 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 انت مش متخيل المنظر ده على فكره، انت مش متخيل المنظر ده، انت مش شايف منه اي حاجه. الباي شارت ده اسمعني هو زحمه شويه، اسمعني هو زحمه بس مش المستحيل. يعني بص كده، انا مثلا احنا شايفين كده 39 اللي هو ماونتن، داون هيل 30 27 26 ونطلع هنا وبعد كده ننزل هنا. انا شايف لحد كروس دي او شايف لحد ريسنج دي، هنا انت مش شايف، هنا انت السلام عليكم بقى الموضوع فعلا، سلام عليكم بجد. انتوا معايا؟ انتوا بتطبقوا صح؟ طب والله عايز عشان تفهموني بس، والله فاهمين؟ نعم؟ درينس روم صح يا عم، انا عارف انك مذاكر. انا ماشي. لا ما انا هوريك بقى دلوقتي حاجه بقى حلوه قوي. بصوا يا شباب بقى، خلينا بقى نرجع ل ده كده. ايوه طبعا، ما هو ما انا بقول لك اهو دي كبيره ايه، ما انا بقول لك انت بتشوفي في التري ماب احسن من الباي شارت. الباي شارت ما بتشوفيش فيها حاجه، الباي شارت اخرها 3 4، التري ماب دي كتيره. بصوا ما انا بقول لك ايه، لما نصغر الداتا دي كده شويه، انت شايفه ايه من هنا كده؟ ماونتن 30 39 داون هيل 30 سايكل كروس اي لحد هنا، انا شايف لحد السيتي دي. ولو صغرنا الداتا ليبل دي شويه، يعني لو صغرنا الداتا ليبل دي شويه كده هنا، وصغرنا الكاتيجوري ليبل دي كمان، هنشوف اكتر اندرو الكتريك سيتي وهكذا. تمام قصدي؟ الحاجات دي انا بستخدمها بس كل فين وفين، اللي هي التري ماب. عموما انت اغلبيه شغلك كله هيبقى لاين كولوم بار باي، كل ده تشارتات يعني. مثلا ايه تاني؟ ممكن كومبو تشارت مثلا، ممكن كومبو تشارت. نعم؟ ماب لا، بس ماب دي برضه لا، ما بستخدمش شركات، ما حدش يستخدمها. لا ما حدش هيبص على الاريا وكده، هو بيبص على الاريا عن طريق الشرطات. الماب دي برضه خدعه، برضه من ضمن الخداعات اللي احنا بنقبلها والله. يعني هي موجوده بس مش استخدام الواو يعني. تمام كده يا شباب؟ تمام؟ انا بس عايز اوريكم بس تفصيله كده حلوه قوي. شايفين؟ ركزوا بس معايا اللقطه دي، والله اللقطه دي فعلا فعلا جديده عليكم وفعلا ممكن تفيدكم. زي ما سيف قال احنا ممكن ندوس عليها وتودينا في حته تانية نجيب منها الداتا وكده. لا انا هدوس عليها وتجيبني الداتا في نفس الفيجوال. خلاص؟ يعني مثلا تعالى مثلا نشيل برودكت كاتيجوري دي كبيره قوي. تعالى مثلا خلينا في الريجن، الريجن 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 فين الريجن؟ الريجن اهي. جميله اهي، خفيفه هي سيف والدنيا جميله. طب انا دلوقتي لو انا شايفين مبيعات يوروب دي قد ايه؟ كبيره قوي صح؟ انا عايز اعرف ايه اللي مكبر مبيعات اليوروب دي؟ صح ولا غلط؟ يعني عايز بدل ما اروح اشوفها في حته تانية، لا انا عايز اشوفها في مكانها. نعمل ايه؟ مثلا تعالوا مثلا نشوف على مبيعات مثلا برودكت كاتيجوري، سب كاتيجوري دي، وهنحطها فين؟ بصوا بقى ركزوا، شايفين الكاتيجوري دي؟ هنحطها تحت الكاتيجوري دي. ايه اللي حصل؟ انا شلت فيجن حطيت تحتيها سب كاتيجوري. ايه اللي حصل في فيجن؟ حاجه حصلت في فيجن؟ طب تعالوا نجرب تاني عشان تشوفوا تاني. شوفوا ركزوا كده في فيجوال كده كويس. اسحبها تاني اهو كده. ايه اللي حصل في الفيجوال؟ لا في حاجه حصلت. ايوه تعالى نبص تاني كده، هتلاقي فوق هنا كده، بص هنا كده، هنعمل هنا تاني هنا. ايوه هي دي الدريل داون بقى يا اخويا، انا حاضر والله. ايوه والله يا اختي والله هي دي. يعني في الاخر كل اللفه دي كلها الدريل. لا ما احنا جايين، لا احنا لا رايحين لها، ما تقلقش احنا كلنا رايحين. فالبرودكت سب كاتيجوري دي كده اول ما ندوس عليها هنا كده هيظهر لي الاسهم اللي فوق دي. الاسهم اللي فوق دي بقى وظيفتها ايه بقى؟ دي اسمها دريل داون، بتفلتر جوه الفيجوال. يعني بص يوروب دي لما اجي ادوس عليها هنا كده ما بتعملش حاجه. طب انا عايز اجيب بقى مبيعات يوروب، اشوف ايه المبيعات اللي جواها، او ايه اللي مكبر لي، ايه اللي عامل لي الدوشه دي.
لما اجي ادوس على كلمه اللي هو السهم اللي تحت ده بيقول لك كليك تو تيرن اون اهو كده اهو كليك تو تيرن اون دريل داون. اول ما ادوس عليها اتفعلت الخاصيه السوداء دي اللي هو السهم الاسود ده. لما اجي ادوس على يوروب بص اللي حصل، هيفتح لي اللي جواها. قال لي اللي مكبر لي مثلا مبيعات يوروب ان دي بايسكل دي متهيألي الماونتن، الحاجات اللي هي تخص العجلات الماونتن اللي هي بتطلع الجبل والكلام ده. فاهمين قصدي ايه؟ طب عايزين نخش في تفصيل تاني. ايه مثلا اللي ممكن مثلا ناخده مثلا تاني؟ نجيب مثلا برودكت كولر، او نحط بدل السب كاتيجوري دي نحط الاول الكاتيجوري برودكت كاتيجوري، وبعد كده نحط برودكت سب كاتيجوري. كده تبقى احسن، كده تبقى افضل. ونعمل نفعل الدريل داون وندوس على يوروب. قال لي ان الكاتيجوري بتاعها ماونتن بايكس اللي هي العجل اللي هو اللي بيطلع الجبل ده، وطبعا تحتيه الاي بايكس دي اي بايكس دي اللي هي خاصيه الكترونيك مثلا الكترونيك بايكس وتورنج بايكس. بص بقى الحاجات الصغننه دي. طب نخش تاني ندوس عليها تاني، ندوس على ماونتن بايكس دي تاني، هيدخلنا في تفاصيل اكتر. وكل ما بتحط داتا كل ما بتخش في الدريل داون. انا عايز بس اكبر الكلام كده شويه بحيث انتوا تشوفوها اكتر، ونكبر الكاتيجوري ليبل دي كده بس كده اهي. نرجع. بصوا اهي كده انتوا شايفين متهيألي الكلام واضح شويه، الكلام كده باين شويه صح؟ ممكن اكبر لكم كمان الكاتيجوري ليبل تبقى مثلا 24 مثلا اهي، والكاتيجوري والليبل دي كده. الليبل دي اللي هي الارقام، الليبل دي اللي هي الارقام او القيم 23 برضه. وبالمناسبه الارقام دي ما بتبقاش في النص، هي التريمه نازله اسطمبه كده اللي هي في الكلام تحت خلاص كده، عشان انا ياما انا حاولت وياما سالت قال لك هي سلام عليكم. فاحنا فعلنا خاصيه الدريل داون. الدريل داون اهي، اول ما اجي ادوس على الدريل داون دي كده يوروب جاب لي مبيعات اليوروب. ايه اللي بيع، ايه اللي مخلي يوروب دي كتير، ايه اللي مخلي مبيعات اليوروب كبيره؟ قال لك ان الماونتن بايكس دي 40000 والاي بايكس دي 40000. هو اكيد مش 40، هي اكيد 38 او 39، بس احنا مقربين للارقام. طب انا عايز اجيب الماونتن بايكس، ايه اللي نعلي في الماونتن بايكس دي؟ ادوس عليها قال لي التريل، التريل دي اللي هي عجل برضه كده التريل دي، والالكتريك والحاجات دي. فاهمين قصدي ايه؟ انت بتعمل دريل داون، بتعمل فلتر جوه الفيجوال. طب لو انا بص لو انا قعدت، طب انا عايز ارجع تاني، ارجع على اب اهي دريل اب دريل اب. طب انا عايز اجيب كل حاجه، نعمل ايه؟ ندوس على دي. بصوا جاب لي كل حاجه، فردهم لي كلهم كده. فاهمين قصدي ايه؟ او ما ادوس على العلامه دي اللي هي اكسباند دي اللي اسمها اكسباند اول داون. طب انا عايز ارجعها تاني ادوس دي وبعد كده خلاص. طب لما اجي ادوس على دي نيكست ليفل هيراركي بيجيب لي، لما اجي ادوس على اللي هي جو نيكست اللي هي السهمين اللي تحت دي بيفتح لي الكاتيجوري اللي ورا نورث امريكا واليوروب وكل حاجه، كل الكاتيجوري من الاخر اللي تحت البلاد دي كلها. او ما ادوس عليها هيفتح لي كل الحاجه دي. وصل كده يا شباب؟ طب ايه رايكم نجرب الموضوع ده في الدونت والباي؟ يلا يلا بينا. لو تحبوا عايزين مساعده انا معاكم، لو عايزين تجربوا جربوا دريل داون. بصوا انت عملتيه دلوقتي؟ دلوقتي؟ بيفرد لك كله. ايوه ما بيجيب لك كل المبيعات العاليه. فهو اول ما بترجع دريل اب تاني ترجع بس. انت اهم حاجه الدونت والباي. يلا اهو عندي بس مشكله في اختيار مثلا حاجات باي شارت لا ما ينفعش جوب تايتل. ليه بقى؟ ما هو جوب تايتل ده مش قيمه. انت ممكن تعدها على فكره جوب تايتل. جوب تايتل لا اسحبها من هنا كده اوعى كده. طب الفاليو؟ طب فاليو بس بص كده هتبقى عامله لك ازاي؟ هو عاملها لك اكونت. يعني جربت على 500 داتا سيت برضه مش بتظبط معايا زي ما انت بتشرح. يعني ظبطت دلوقتي؟ مش عارف اظبطها. ظبطت دلوقتي ولا ايه؟ ما انا مش فاهم يعني. هو بيعد لك الجوب تايتل، بيعد التايتلز. يعني بص الازرق ده ايه؟ الازرق ده بيقول لك ان الكومباني جوب تايتل اللي هو الام اي كومباني ام دي سايز ام ده اللي هو ايه؟ ميديم كومباني لارج كومباني سمول كومباني بالظبط. يعني ايه جوب تايتل ده؟ جوب تايتل ده ما جاش فين؟ لا لا ده حاجه ثانيه غير دي داتا سيت ثانيه. هو المفروض دي هنا كده ودي هنا كده
هي دي بالظبط كده، هي بتبقى المفروض بالمنظر المعفن ده، مش بظهر والله، هي بتبقى المفروض يعني لو كده خليناها 3 مثلا، شايفين 3 3 3 فوق الشمال. ايوه هي دي اهو، او شفت جابت شويه، لا بس على الاقل جابت شويه، والله مش بظهر، جابت شويه حاجات. حد جرب ولا نكمل؟ نكمل صح؟ ما تكترش. انا بس عايز اوريكم بس في الباي شارت، في الباي شارت معلش. وطبعا طبعا انتوا تقدروا سند باكورد، عشان نخليها كده سند باكورد، عشان وطبعا طبعا ما دام وطبعا طبعا وطبعا طبعا عشان بسمع بتلاقيني بعمل كده. السلام عليكم. السلام عليكم. بصوا طبعا لو احنا واقفين على البايت شارت، ممكن واحنا واقفين عليه ندوس على دي كده اللي هو البار شارت، او ندوس على الدي. بصوا يا شباب صح، في فرق ما بين الكولوم شارت وحاجه اسمها كلاستر شارت، في حاجه اسمها ستاكد شارت. هم على فكره لو انتم مش عارفين الفروقات فده عادي، انا من فتره كبيره كنت مش عارف هو في فروقات ما بينهم. بصوا الكولوم شارت، خلينا تعال بصوا هنا، لما تيجي تقفوا هنا كده، بصوا هنا كده مكتوب عليها اسمها كلاسترد، كلاستر شارت. طب تيجي نقف هنا كده اسمها ستاكد، مفيش كولوم شارت. اول قيمه هو بيحسبها لك كانها كولوم، لكن تاني قيمه بيعملها لك اسمها كلاستر. الكلاستر ده اللي هو ايه؟ لو انت تبقى عايز تقارن ما بين اكتر من قيمه بس في شهر واحد، يعني بصوا شهر ابريل ده مثلا، خدت بالك من اللقطه بتاعت ابريل دي؟ بصوا يا سيدي، ابريل ومارش وفيب انا عايز اعكسهم اهو. بص يوم تعالى كده نعمل، بصوا يا شباب اللقطه دي هنا كده، هنا جايب لي، تعالى نكبر الكلام ده كده شويه في الداتا ليبل دي. طب معلش يا شباب بس انتوا معايا ولا ايه؟ طب معلش خليكم بس معايا شويه، معلش خليكم بس معايا شويه، معلش خليكم معايا شويه برضو معلش. عايز بس اوريكم حاجه هنا لو تلاحظوا هنا في معلش حته في الكولوم تشارت في حاجه اسمها اكس اكسس اللي هي دي، انتوا مش شايفين الكلام قوي هنا، تلاقيه في الاكس، في الاكس اكسس اللي هو المحور ده يا باشمهندس، والمحور ده، المحور ده، المحور ده، تمام. المحور ده كده اللي هو ايه؟ اللي هو الاكس اكسس. ممكن تقولوا نكبر الكلام ده شويه، هيبقى مارش دي كانت تلاقيها كبرت، يعني بيتو شايفينها دلوقتي، لما تيجوا تكبروا الكلام ده شويه هتلاقيها كبرت. تعالى بس نصغر، يعني نمسح بقى الكولوم دي كده. خلاص بقى انتوا خلاص عرفتوا الطريقه بقى، اهو اهو دي كده الابريل والمارش والفيب. انتوا طبعا عايزين ترتبوها، نرتب في هنا كده، بصوا هنا كده، في هنا كده اسمها سورت، سورت اكسس، سورت اكسس. في حاجه اسمها سورت اكسس اللي هي ايه؟ نقدر نعمل السورت بالمانس اهي، وهنا نعمل هنا سورت اسندنج اللي هو او ديسندنج، ثانيه او ديسندنج، يبقى سورت مانس اسندنج وديسندنج، او المفروض كده نعم، يبقى سم اوردر توتال. لا اهو بص بالظبط كده، بصوا اهي جاب لي فيب مارش ابريل. في تفاصيل كده يا جماعه، زي ما انا قلت لكم قبل كده، لما بتبقى انت بتعرض حاجه، وعلى فكره المشكله دي حصلت لي انا قبل كده، لما كنت بعرض قبل كده قدام مديري حاجه قبل كده، فكانت ما بصيتش على شكل الاكس اكسس اللي هي دي اللي هو المحور الافقي كده، ما شفتش، فكانت طبعا جايه لي طبعا بيع طالع نازل طالع نازل، بس ما شفتش الشهور. فقال لي مثلا ديسمبر ابريل، قال لي اول حاجه ابريل، عشان كان طبعا بالسورت بالاسندنج بالالفابيتيكال، فاول حرف هيطلع لك من الشهور هي ايه؟ ابريل، لان ابريل اولها ايه، فايه دي بقى بي ما اعرفش ايه، فبوظت الشكل خالص. فدي من الاشكال اللي انتم ممكن تعملوها، عايزين تعملوا سورت في الداتا، تعملوا هنا كده في ثلاث شورت فوق الداتا او فوق الشارت، اسمها نعمل سورت، سورت تقدر تعمل كذا سورت. ممكن تقول له حاجه اسمها شو از تيبل، لما ندوس عليها هيحولها لك كتيبل تحت اهو، انت بس بتشوف بس، هو مش بيحولها لك ان هو يعني، انت بس مجرد ندوس باك تو ريبورت بترجع كل حاجه زي الاول، بس هو انت ممكن تقول له شو از تيبل. في كده حاجات فوق الشارت دي كده بتبقى بتفرق كتير، وطبعا اكسبورت داتا تقدر تعمل لها اكسبورت، تمام.
كده احنا الى حد ما عرفنا الباي والتري. تعال بقى نجرب نشوف الثانيه، نعمل كده، نعمل دونت سيف، نجيب الكومبو تشارت. الكومبو تشارت ده بقى ده اللي هو ايه؟ كولوم تشارت مع لاين تشارت. تمام؟ نعم؟ بالظبط. هو والله بالظبط موضوع سهل قوي. الكولوم تشارت هو مع الباي تشارت. طبعا انت لو بتيجي بتقارن اكتر من نتيجه في شهر واحد بيطلع لك المنظر ده، حاجه اسمها كلاستر. كلاستر يعني اللي هو العمدان جنب بعض، ويروح ما اعمل لك العمود مثلا البرتقالي ده مصر، العمود الازرق ده مثلا السودان، العمود ما اعرفش اللي جنبيه ده اثيوبيا. طب ده اسمه كلاستر. كلاستر ده اللي هو بيبقى ثلاث شرط او ثلاث او ثلاث 3 كولومز جنب بعض او اكتر من كولومز جنب بعض. طب لو انا عايزهم كلهم في كولوم واحد يبقى اسمه ستاكد. ستاكد يعني مكدس، متكدس، اسمه ستاكد. ستاكد طبعا هوريها لكم دلوقتي. بصوا الفرق ما بين الكولوم ده اللي اسمه كلاستر، ده اسمه كلاستر بالشكل ده كده، اللي هي تلاقي ثلاث اكتر من كولوم جنب بعض، ودي اسمه ستاكد. ستاكد ده اللي هو ايه؟ العمود وكل واحد واخد نسبته من التوتال. فاهمين قصدي؟ فاهم قصدي؟ اسمه ستاكد. تقول ايه؟ هنطبقه، انا هفتح دلوقتي حاجه وهنطبقه. تمام؟ ده كده اسمه ستاك. ده هاو تو كرييت، طبعا بيقول لك المانث والاوردر توتال في نفس الشيت اللي هنفتحه دلوقتي، والكوردر كوانتيتي والبرودكت ريجن. يلا بينا هنفتح هنا كده كرييت كومبو تشارت. في فولدر اسمه كومبو تشارت، عايزين تفتحه معايا؟ هنرجع كده نعمل كومبو تشارت اهو، ستارت. مرحبا حضرتك يا لك صح. هو القلب اللي بيكرهنا حاجه زي الجفه. اتكلم دي كلام بيتقال في وسط ميتنج، هتلاقي حكايه يروح جاي حدف لك كده يقول اه والله. ما انت بيجي عليك وقت برضه بتقعد تهزر، مش بتبقى رخم رخم يعني. يعني مثلا الناس بس اتعرفت عليها او الناس عرف يعني، لا والناس عرفتك مثلا، فانت بتيجي وقت كده تقعد تنكش كده. تمام ان شاء الله ان شاء الله. بصوا يا شباب بقى، تعالوا بصوا نجرب الموضوع ده. بص بيقول لك ايه في كرييت ازاي؟ قال لك تحط المانس في الاكس اكسس والاوردر توتال في الواي اكسس. تعالى كده نشوف كده، هنفتح الداتا اهي ونفتح دي كده ونعمل حاجه اسمها كومبو تشارت. احنا كنا قايلين على كومبو تشارت على انهي؟ على كلاستر. كلاستر ما تختارش الاستاج. كلاستر هنعيد برضو كلاستر تاني. كلاستر اللي هي بتكون كذا كذا كولوم جنب بعض اللي هو الشكل ده كده، ده اسمه كلاستر. بيبقى اكتر من قيمه بس في شهر واحد. يعني بصوا هنا كده، ده شهر ابريل، في البرتقالي ده اللي هو نورث امريكا، والازرق ده اللي هو يوروب، والازرق الخفيف ده اللي هو ايجيا. فبيقول لك دي مبيعاتهم في شهر ابريل. فاهمين قصدي؟ اسمه كلاستر تشارت. تمام تمام. تعالى بقى كده هنيجي نجيب نختار كلاستر اهو، ونكبر الكلام على الاخر. يقول لك ايه المانث، هنختار المانث اهي، مانث في الاكس اكسس اهي، وبعد كده هنختار الاوردر توتال في الواي اكسس. اوردر توتال، اوردر توتال في الواي اكسس اهي. ابتدت يطلع لي ده اول حاجه اهي، يطلع لي ال اسمه ايه الكولوم تشارت. كولوم ده واحد. قال لك ايه لو تلاحظوا بصوا كده على الحته دي، قال لك الشهر والمبيعات، الاوردر توتال دي المبيعات. طب انا بقى عايز ادخل على الشيء على الشارت دي حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الاوردر كوانتيتي اهو. ركزوا كده في الحته دي، اوردر كوانتيتي فين؟ اوردر كوانتيتي هنحطها في لاين اكسس. فبقت معموله ايه؟ خلي الاوردر كوانتيتي لا في الاخر كده. هنيجي نعمل هنا في الاخر دينا ايه؟ نحط البرودكت كاتيجوري. البرودكت كاتيجوري دي انا احطها مع الشهر مع البيع. ركزوا بقى، فالبرودكت كاتيجوري ده مش كاتيجوري واحد بس، ده بيبقى اكتر من كاتيجوري، ثلاثه واربعه كاتيجوري. فبص كده اول ما اجي اعمل هنا كده برودكت كاتيجوري، فين؟ احنا رحنا فين؟ برودكت كاتيجوري فين كده؟ معلش اصل انا لسه جاي بقى وكده، معلش. في الكولوم ليجند بصوا المنظر بقى يتعمل هوبا المنظر ده كده، بالشكل ده كده. في اكتر من كاتيجوري، بصوا الكاتيجوري، انا اخترت سب كاتيجوري ولا كاتيجوري؟
كاتيجوري هو المفروض برودكت ريجن. لا بص احاول بقى، هو ريجن برودكت ريجن، معلش انا اسف، اهي بالظبط المنظر ده كده هيجي لك، بالمنظر ده كده اللي انت عندك اكتر من دوله بس في شهر واحد، فاهمين الفكره؟ انت دي بيبقى كومبو بقى، دي بتبقى عندك اكتر من دوله بس في شرط واحد. وبعد كده نعمل بقى الكوانتيتي، فين الكوانتيتي؟ كوانتيتي كوانتيتي هي فعلا قالت لي هي والله اقصدها في اللاين اكسس. فبص بقى قال لك ايه؟ قال لك العلاقه ما بين البيع، بص بص يا شباب معلش، هو بيجيب لك ايه؟ العلاقه ما بيجيب لك ايه؟ العلاقه ما بين، ما هو ده بص يا شباب هنا بيجيب لك ايه؟ العلاقه ما بين، بصوا هنا اكتر من تشارت ظهرت في الموضوع، وكمان بقى في بقى حته كده بقى استاذه بقى الاء بقى الموضوع ده هيعجبك قوي. شايفه السمول مالتيبل دي؟ بص كده دي بقى، اسمع بقى الحته دي الاوردر. بصوا يا جماعه بس معلش معلش ركزوا بس، الحته دي الحته دي هتعجبكم والله، معلش ركزوا في اول حاجه. بس احنا شفنا بس البيع ده الاول، البيع اللي هو ايه؟ بيقول لك في شهر ابريل ده الليجند، الليجند ده بتبقى موجوده فوق اللي هي ايه؟ بيقول لك ان اسيا باللون الازرق السماوي ده، يوروب باللون الازرق الغامق، نورث امريكا باللون ده، وجايب لك الكوانتيتي نازله من فوق. فبيقول لك كل ما انت بتبيع في شهر يعني في شهر ابريل، بيقول لك ان البيع كان عالي جدا، نزل في شهر 3 او في شهر يعني لو عكسنا شهر 2 3 4 تاني، تمام؟ ده كده الكومبو تشارت، هو بيبقى انت بتعرض له اكتر من قيمه في نفس في نفس التشارت، يعني بتعرض له توتال سيلز وبتعرض له كوانتيتي سيلز. دي على فكره الى حد ما بنستخدمها شويه، يعني الى حد ما بنستخدمها. نيجي بقى هنا بقى اللي احنا بقى عايزين ايه؟ شايفين الجمله دي بقى يا جماعه اسمها سمول مالتيبل، دي بقى اختراع، دي استخداماتها بتكون الى حد ما مش كتيره بس هتشوفوا منظر غريب قوي. بصوا لما اجي اجيب سمول مالتيبل دي كده واختار مثلا على المانث، مانث اجيب المانث اهو، مانث اهو كده واحطه في السمول مالتيبل، بصوا ايه اللي هيحصل؟ قسمها لي، عمل لي 3، ما هم مش هم 3 شهور، فعملها لي على 3 شارت. قال لي بص بقى ايه، بص بقى قال لي ان هنا شهر ابريل المبيعات بتاعته، وهنا شهر فبراير المبيعات بتاعته، وهنا شهر مارس، وطبعا لو في اكتر من شهر كان هيقسمها لي، فاهمين قصدي ايه؟ فهم عشان 3 شهور فقسمها لي، اسمها سمول مالتيبل. دي بتقعد تقسم لك التشارت، وطبعا بقى انت ممكن تعدل بقى في التشارت، يعني مش احنا قلنا بقى في التعديل في فورمات فيجوال دي تخش بقى تقعد تعدل في التشارت، يعني مثلا ممكن تقول له ايه؟ الماركر ده اللي هو الماركر ده كده ممكن تقول له انا عايزه مثلا على الاول كاتيجوري بالشكل ده مثلا، ايا كان يعني، انا قصدي ان انتوا بتعدلوا على اكتر من حاجه. السيريس ليبل دي ممكن تعملوها اللي هو سم اوف كوانتيتي، الداتا ليبلز دي ممكن تخلوها بالمنظر ده كده، بصوا كده الحته دي اللي هو ايه؟ بيقول لك بقى ايه البيع بتاعها. بصوا الماركر بيعلم لك على اعلى حاجه، يعني بصوا الماركر اهو 95، الماركر ده كده على 22، الماركر ده كده على 41 الى حد ما. بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي كمان، دي كده سمول مالتيبل، اسمها سمول مالتيبل، تمام؟ انا هشيل السمول مالتيبل دي شويه وارجعها تاني زي ما هي. بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي، لما باجي اقف هنا كده خليها هنا كده عشان اشوف، شايفين مانس ويوروب وتوتال سم اوف اوردر توتال، صح؟ شايفين اللقطه دي كده؟ طب انا نفترض ان انا عايز اشوف معاه الكوانتيتي، اجيب الكوانتيتي هنا هنا في الـ في الـ في الـ في المربع ده، فين بقى هنا؟ في هنا حته كده اسمها هنا كده اسمها تول تيبس، تول تيب دي لو انا حطيت في التول تيب دي الكوانتيتي، برودكت كوانتيتي صح؟ كوانتيتي برودكت كوانتيتي اسمها كوانتيتي فين؟ اوردر كوانتيتي، اي هنعلم هنا كده ونحطها هنا كده. بصوا ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه لسه، ما حصلش حاجه، بس لما اجي اقف عليها جاب لي الاوردر كوانتيتي اهو 21، فاهمين قصدي؟ تقدروا تضيفوا اكتر من حاجه في الـ في السمول تيبس دي، يعني قصدي التول تيب دي، يعني ممكن مثلا نحط مثلا فيها ال ايه تاني ممكن يتجمع تاني، برودكت اي دي، لا مفيش حاجه تانية ممكن تتجمع.
ممكن نحط مثلا فيها مثلا كاستمر اي دي. ركزوا في الحته دي، لو انا حطيت فيها كاستمر اي دي، بصوا جاب لي هنا في الكاستمر اي دي، قال لي هنا كاونت، كاونت الكاستمر اي دي. لو جينا نبص هنا كده هيقول لنا بقى هنا بقى كذا حاجه، سم افريج مينيمم كاونت ديستنكت كاونت، ديستنكت كاونت دي اللي هي يعد بس يونيك، يونيك حاجه مميزه اسمها ديستنكت كاونت. فده اسمه امبليزيت ميجر. امبليزيت ميجر دي يعني اللي هو ايه، اللي هو دي حاجه الباور بي اي بيعملها لك. يعني مثلا احنا كده خلصنا الكومبو شورت عشان بس عارفين بس حاجه. ما انا بقول لك اهو في المقارنه مثلا ما بين 3 شهور او 4 شهور، ما احنا قسمناهم عشان كده، هي دي بتستخدم في كده بس ما بتستخدمش كتير، ما بتستخدمش كتير. بصي مش كل ما يكون اوبشن ان احنا نستخدمها، ما في مليون اوبشن. انا في اول محاضره في الاكسل كان في اوبشن اللي هو فورمولا اوتوماتيك ومانيوال، فاكرها دي؟ قلت لكم دي مش عارف استخدمها في ايه اساس، انا نفسي مش عارف. يعني عاملين اوبشن اللي هو ايه، لا احنا لا وقف المعادله تبقى تتعمل مانيوال، وقف المعادله وخلي معادلات اوتوماتيك. دي انا مش فاهم دي ازاي، دي انا مستغرب الموضوع ده، يعني محطوط في الاكسل ليه؟ فمش كل اوبشن ان احنا نستخدمه، بس انا بحب اوريكم كل حاجه. فكده احنا خلصنا الكولوم اللي اسمه ايه ده، الكومبو تشارت. الكومبو تشارت برده استخداماته برده ما تبقاش كتير، يعني الى حد ما بتبقاش كتير. نيجي بس هنا، فاكرين الميجر اللي احنا عملناه المره اللي فاتت؟ الميجر انت شفت الفيديوهات ولا؟ تمام. بصوا يا جماعه مش احنا لا لا خلاص خلاص مفيش مشكله. بصوا يا شباب، مش احنا لما بنيجي نعمل كارد دي كنا بنقول ان الكارد دي ممكن نحط فيها ميجر ونرميه على فاكر ده يا غالي؟ فاكرني انت فاكرني يا غالي صح؟ انت فاكرني صح؟ محمد حماقي انا فاهم، بس انا قصدي ايه؟ ان هي دي ممكن مثلا نحط فيها مثلا اللي هو الاوردر توتال ده ونرميه هنا. طب هو عمل ايه هنا كده؟ دي حاجه اسمها امبليزيت ميجر. ميجر ضمني ال الباور بي اي بيكريت ميجر كده من نفسه وبيعمله لك، ده ايه ضمني؟ ده الباور بي اي اللي بيكريته. وفي اكسبليزيت ميجر، انت اللي بتكريت الميجر وبتعمله. فانا بس دي من ضمن الكلام اللي اتقال، يعني اللي هو قصدي يعني في السلام عليكم يعني قصدي ايه، انا شفت الامبليزيت الامبليزيت ميجر، انا قصدي الامبليزيت ميجر والاكسبليزيت ميجر دي بتبقى حاجات ممكن تفيدكم. فهنا بصوا صم اهي، في صم، في افريج، في ممكن ان احنا نعمل ماكس مينيمم، تقدروا تستخدموها من الفيلد دي، والكاونت والكاونت ديستنكت وهكذا تقدروا تستخدموها كلها. دي حاجه الباور بي اي بيساعدكم ان انتم تضيفوها عندكم في الفيجوال. تمام كده؟ تعالوا بقى نكمل في كده، احنا خدنا دي وخدنا الكومبو تشارت، نيجي هنا للفانل تشارت عشان الاستاذه الفانل تشارت. انا كده كده لا هي كده دي كده كده من ضمن الكورس اللي هشرحه، يعني هو حظك ان هي جت فيها. بص يا جماعه الفانل تشارت دي حاجه عامله زي الام كده، ام بص شايفين شكلها، هي شكلها بالمنظر ده بالظبط، هو شكلها عامله زي الام كده بالظبط، هي ام كده كبير كده وبنشوف المنظر ده. لو تلاحظي هنا، بص لو تلاحظي في فونز، في تشيرز، في ستورز، شايفه كده، وبايندرز، ما اعرفش ايه بايندرز دي، وماشينز وحاجات كده، مالهمش علاقه ببعض، مالهمش علاقه ببعض، ركزي مالهمش علاقه ببعض. فونز وسبلايز وارت وليبلز اوعى ماشي وكوبيرز وماشينز مالهمش علاقه ببعض. هو بس انا بوريك الشكل، لكن هي مالهاش علاقه بدي. الفانل تشارت يا جماعه هو حد يستخدم المنظر ده، يعني ما تجيبليش حاجه من الشرق وحاجه من الغرب وتحطهم لي كلهم كفانل تشارت. بحيث مثلا نفترض مثلا انت عندك ديبارتمنت مثلا يا غازي، ديبارتمنت مثلا زي ايه، موبايلات، تلفزيونات، ايه تاني مثلا، برنترز، تابلتس، الكلام ده. اوعى تجيب المبيعات وتحطها بالمنظر ده، دي مش استخداماتها نهائي. هو في ناس بتستخدم، انا كنت بصراحه كنت بعمل الغلطه دي، كنت انا بعملها، بس يعني ما تعملهاش. ليه بقى؟ لان الفانل تشارت استخداماتها استخدام يعني غريب خالص. هقول لك دلوقتي هو ايه، تعالوا كده نفتح الفانل تشارت. يعني كده انا هفتح، انا هفتح انا واوريكم، يعني عشان بس اشرحها لكم وتحت امركم في اي حاجه تاني. اني اكسرسايز، اكسرسايز اني اكسرسايز، لا انا عايز اكسرسايز 14، لا 14 لا.
يا رب يا رب. عارف كله مشدود وفي الاخر نقعد awkward silence كده قاعدين مستنيين امتى. عارفين اللقطه بتاعت ايه اللي هو ايه؟ انا ما حدش يهتني معرفش ايه وفجاه ما فيش حاجه حصلت زي ما هو زي ما هو. بصوا تعالى كده نبص كده على اللقطه دي كده سب كاتيجوري وسيلز. تعالى كده نعمل فانل تشارت. فانل ايه يا جماعه؟ فانل 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 اي اي كده مش وانا النهارده اتعميت ولا ايه؟ اي قال لك ايه ناخد ايه؟ ناخد السب كاتيجوري والسيلز. سب كاتيجوري اي ونحطها في الكاتيجوري اهي والسيلز. هو بيقوم بالسلامه. بصوا اهو الشكل ده الشكل ده ده مش شكل الفانل شارت. انا بس بوريها لك عشان هي بتعمل ازاي. يعني بصوا اللي هو بيقول لك ايه، هي الفانل شارت اول حاجه خالص بتبقى اعلى حاجه وبتنزل على اصغر حاجه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني هي بتبقى اعلى حاجه خالص فوق وبتبتدي تنزل، واعلى حاجه دي 100% اللي تحتيها بيبقى كام من اللي فوقيها، واللي تحتيها بيبقى كام من اول واحده ومن اللي فوقيها. يعني هي بصوا بتحسب لك بتحسبها لكم ازاي. الفانل شارت بتبقى يعني مثلا تعال نقف على اول واحده دي كده، تعال نعمل كنترول 4 كده. يقول لك ايه؟ ان اول واحده اسمها فونز وتاني واحده اسمها تشيرز. لما اجي اقف على تشيرز دي كده قال لك ايه؟ ان التشيرز 99% من الفونز من اللي فوقيها، يعني اقل يعني هي مثلا اقل منها مثلا بحوالي حاجات بسيطه 99% واخده منها. لو نزلنا على تحتيها قال لك ان شايفين حته بيرسنت اوف فيرست دي، قال لك دي 67% من الاولانيه خالص من الاولانيه خالص و 68% من اللي فوقيها. فاهمين قصدي؟ طب دي طب دي ممكن تستخدم في ايه كده يا غازي؟ زي ممكن صح ممكن 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 صح ممكن في تايم لاين صح ممكن في تايم لاين. بس انا عندي بقى مثال كويس جدا في الموضوع ده. عارفين زي مثلا زي الماركتنج، شايفين الماركتنج؟ ماركتنج بيبقى فيه مثلا نفترض ان انت عملت اعلان وجه عليه مثلا 100,000 عميل، شافوا 100,000 واحد، شافوا 100,000 واحد. ففي حاجه اسمها سي تي ار كليك ثرو نعم؟ لا حاجه اسمها سي تي ار، سي تي ار اللي هي كليك ثرو حاجه زي كده، يعني حاجه اسمها سي تي ار. لما مين اللي داس على الاعلان؟ يعني في ناس 100,000 واحد شافوا بعد كده 100,000 واحد، طب مين اللي داس على الاعلان؟ نعم؟ انجيجمنت بالظبط. 100,000 واحد عمل شاف الاعلان، بعد كده بقى 70,000 واحد اللي داس على الاعلان، بعد كده 40,000 واحد اللي قال لك طب ابعت لي مثلا اوفر، او ابعت لي مثلا عايز اشوف عايز اشوف البرايس ليست بتاعك، و10 و10,000 واحد او 10,000 واحد اللي اشترى منك. فاهمين الفكره؟ هو قمع وبينزل بيتقفل على بقى. انا اوريكم دلوقتي هوريكم دلوقتي. وصل الكاسه دي؟ تمام نقفل دي كده نقفل دون سيف. مع السلامه ما سجلتش. ممكن مثلا ناخد من الانسايت مثلا الكاستمرز اللي بيشتروا الترابيزه ولا التليفونز او كم منهم بيشتروا مثلا ديسك او شيبر؟ دي ممكن تبقى كومبو تشارت، ممكن تنفع ككومبو تشارت اللي هو ايه علاقه علاقه هم اشتروا ايه وعلاقتها ايه مثلا باللي فوقيه. يعني مثلا هم اشتروا مثلا ايه المنتجات اللي شبه بعض؟ ايه المنتجات اللي شبه بعض عندك؟ لا دي مش دي خالص، يبقى مش دي. لا لا يبقى مش دي خالص. لا دي تنفع ككومبو تشارت. يعني ممكن مثلا تعملي كومبو تشارت الناس اللي خدت معاها مثلا فونز والناس اللي خدت معاها اكسسوارز فونز اللي هي مثلا سمارت اكسسوارز، زي مثلا خد معاها جراب، خد معاها مثلا سماعه، خد معاها شاحن، فممكن تربطيها اللي هو مثلا تعمليها ككومبو تشارت اللي هو يبقى طالع الكولوم واللاين اللي ماس عليه ده بيبقى مثلا ده الاكسسوارز او ده البيع.
فاهماني؟ اللي هو بيبقى نازل طالع ده، شفتي الكومبو شارت ده؟ فده ممكن تعملها ككومبو شارت او كلاستر، لكن مش دي خالص. تعالوا بقى، انا فتحت لكم اللي هو اكسرسايز 15. بصوا اول ما تدوس على تيبل فيو دي كده، بصوا يعني دي كده ستار سكيما. دي يا جماعه بقى اسمها ستار سكيما. اول واحده خالص لو فتحتها لكم اللي هي الباي شارت دي، كان اسمها فلات سكيما. فاكرين اسمها فلات دي اللي هي بيبقى شيت واحد متجمع فيه كل الداتا. دي بقى اسمها ستار. دي اختراع بقى يا جماعه. دي انا بصوا شكلها عامل ازاي، شكل تحفه. بيبقى حاجه اسمها في النص ده اسمه فاكت تيبل. نعم، بيبقى اسمه فاكت تيبل اللي في النص ده، والجداول اللي حواليه اسمهم دايمنشن تيبل. الفاكت تيبل ده اللي بيحصل فيه كل العمليات الحسابيه، الجداول اللي حواليه كلها جداول وصفيه. يعني مثلا هنا الاكونت بتاع العميل، يعني هنا العميل اسمه اكونت اي دي اهو. فهنا بقى الاكونت اي دي بقى بتفاصيله، العميل ده من بلد ايه، رقم تليفونه ايه، كمان السيجمنت العميل ده مثلا تبع كوربريت ولا تبع انديفيدوال. هنا مثلا نطلع هنا مثلا كده البارتنر اللي هو الوكلاء، الوكلاء برضو اللي اتباع منها، فبيقول لك احنا واخدنا من وكيل ايه. هنا البرودكت البيع هنا، وعامل جدول لوحده اسمه برودكت. البيع عامل له زي ايتم لوك اب كود اللي هو مثلا ايه، سامسونج مثلا سام، بيعملوها كده سام مثلا 342 مثلا. دي الكود ده بيبقى الديسكريبشن بتاعه، مثلا يقول لك سامسونج مثلا اس 22 مثلا. فالسام 32 ده بيبقى ليه جدول لوحده خالص، ده جاي من انهي سبلاير، الكوست بتاعته ايه، فاهمين قصدي؟ بيبقى في جدول تاني خالص منفصل عن البيع. وعلى فكره دي احسن ما فيها، لان انت مش عارف دي حلاوتها فيها غازي مثلا ستار سكيما دي، ان مش كل الناس تشوف بيعك، مش اي حد يشوف الفاكت، يشوف لو فلات سكيما كله يشوف كل حاجه. لما تخيل مثلا كده انت حاطط الكوست، حاطط المارجن، حاطط كل حاجه في فاكت تيبل، فانا بسهوله جدا اول ما اعمل كده هعرف انت كسبت ولا خسرت. لكن لما افصل ده لوحده واربطه ببرايمري كي او فورين كي، الموضوع بيبقى اسهل بكتير قوي. فهمتوا؟ دي من ضمن الفروقات. كده احنا فتحنا الموضوع ده، فتحنا ال اكسرسايز 15 ده، فاكت بالظبط اسمه فاكت. ده اللي بيحصل فيه كل العمليات الحسابيه، بيع شراء كل حاجه. الدايمنشن تيبل بيبقى اغلبيتهم بيكونوا جداول صغيره، يعني الكولوم اللي فيها صغيرين، وبيكون فيها حاجات وصفيه، اسامي عملاء، ارقام تليفونات، ايميلات، برودكت اي دي، برودكت قصدي كاتيجوري، الحاجات دي. بس في عمليات بيع مثلا كوانت، بصي من الاخر اول ما تخش على جدول وتلاقي فيه كوانتيتي وبرايس وسيلز برايس، اعرفي ان ده كده ده الفاكت، اعرفي ان ده كده الفاكت. تعالوا كده نخش على الاكسرسايز ده كده، اكسرسايز 15، ونيجي هنا كده ونقول له في حاجه اسمها سيلز ستيجز. تعالى كده هنا الفانل، احنا دوسنا الفانل الاول اهي، ونيجي نسحب دي كده الفانل الاخر وندوس على سيلز ستيجز دي، ننزلها في الكاتيجوري اهي. انا او 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 انا واقف كده ادوس عليها كليكايه واحده، هي نزلت في الكاتيجوري. وناخد معاها الفاكت، ناخد معاها البرودكت، ناخد معاها ايه، ناخد معاها دي الفانل، دي الفانل تشارت. ناخد معاها ثواني، احنا كنا دي الفانل دي كانت ايه، معلش انا اسف، ليد وكواليفايد، معلش لحظه عشان بس انا البتاع ده بقالي كتير ما فتحتوش. ماشي، خليها هنا كده في السيلز ستيجز دي، وناخد الفاكت، ناخد الريفينيو. لا مش نافعه، هادي نسيتها خالص. ناخد ايه، معلش كده لحظة عشان بس اعرف احنا كنا المفروض ناخد ايه. بروبوزل لحظة، ستيج اي دي المفروض ناخد من ستيج اي دي. اوبورتيونيتي اي دي بالظبط، اوبورتيونيتي اي دي المفروض دي اوبورتيونيتي اي دي تبقى
المفروض نيجي هنا في برونت اي دي ودي نفتحها كده. فتحتها مش معلش يا شباب معلش انا اسف انا اسف عشان بس المثال ده كان المفروض ان هو فين السيلز. طب معلش طب معلش معلش خلينا في الفانل ده كده في الاخر معلش انا اسف بس هو هيطلع لك هيطلع لك في الاخر هيبقى المنظر ده كده. بصوا معلش عشان بس انا مش عارف اجيب بس الحاجه وهجيبها لكم دلوقتي على طول. بصوا يا شباب الحته دي كده الفانل ده اول ما انت تيجي تنزل الداتا هتنزل بالمنظر ده كده بس انا هوريها لكم الحاجه عشان بس المثال مش عارف اجيب الداتا بالظبط. هنا اول ما تيجي تعملها تعمل المنظر ده كده هيطلع لك اول حاجه الليد. في حاجه اسمها الليد في الماركتنج في حاجه اسمها ليد. انت جبت كام ليد او جبت كام رقم تليفون اتصل بينا اسمه ليد تمام. بيقول لك ان الليد بتاعنا 268 واحد جلب. بصوا بقى ركزوا في اللقطه دي. اول حاجه خالص جات لنا 268 واحد. بعد كده حصل حاجه اسمها كواليفاي. ايه اللي ينفع يدخل عندنا وايه اللي ما ينفعش؟ ما هو مش اي حد مثلا انت كشركه يجي يقول لك انا عايز اقسط عندك فانت تقسط له. ليه بقى؟ لان هو مثلا بيبقى عميل متعسر، عميل مخاطر، عميل عنده مشاكل، عميل الاي سكور بتاعه ضايع. فبيحصل حاجه اسمها كواليفاي. الكواليفاي ده بيحصل له ايه؟ اللي هو لا انا لازم افلتر على الناس اللي جايه لي دي بفلترها. فدخل من عندي 268 واحد. حصل لي عمل لي كواليفاي او ان هو كشف عن الناس دي فاللي اتبقى عندي 94 واحد. بعد كده حاجه اسمها سوليوشن. السوليوشن ده اللي هو ايه؟ بنشوف مثلا حل. يعني مثلا عميل مثلا جاي ينفع يتعمل بس الراجل ده مثلا ملوش تاريخ في الاي سكور. يعني مثلا لو انت مثلا رايح تقسط في فاليو وانت مالكش اي سكور فيقول لك لا انت لازم تجيب لنا شهاده اي سكور. انت ممكن تبقى عميل مش مخاطر بس احنا نضمن من حقنا. فنبتدي نديك سوليوشن. سوليوشن اللي هو ايه؟ مثلا هات لنا مثلا رخصه عربيه، هات لنا مثلا ضامن ليك، هات لنا مثلا اي تفصيله. فاهمين قصدي ايه؟ دي المرحله بتاعت السوليوشن. مرحله البروبوزال بقى اللي هو مثلا ايه؟ بعد مثلا ما احنا فلترنا وعملنا كل حاجه يروح مثلا عميل ده يجي يقول لك ايه؟ ابعت لي مثلا عرض سعر، ابعت لي مثلا عايز اشتري منك، ابعت لي مثلا المنتجات اللي عندك عايز اشتري منها ايه؟ واخر حاجه الفاينلايز. بصوا كده الفاينلايز ما بين اخر ستيج دي والستيج اللي فوق خالص 5.2. تخيل انت ممكن يجي لك دي بقى على حسب البيزنس بقى. يعني ممكن تجي لك بيزنس كله مثلا يبقى الريت او الكونفرجن حاجه اسمها كونفرجن ريت اللي هي التحول اللي هو مثلا عميل مثلا جالك قد ايه وتحول لك بقى عندك عميل فعلي اشترى منك قد ايه. دي بالظبط زي الاعلانات اللي انت بتعملها على اليوتيوب بالظبط. طب بتدخل مثلا اعلان بيشوف مثلا العمق مثلا. طب مثلا عامل اشتراكات زي مثلا عامل اعلان عن ان انت مثلا محل مثلا محل مثلا كمبيوتر محل اي حاجه ومثلا دخل شاف الاعلان عندك 1000 واحد. بعد كده اللي داس على الاعلان مثلا 700 واحد. اللي اتصل بيك او كتب اسمه مثلا في فورم مثلا ده 500 واحد. اللي جالك المحل مثلا 100 واحد. فكده من 100 ل 1000 فكده 10%. ودي النسبه دي ما بتبقاش بمنظر النسبه بتبقى يعني اغلبيه الموضوع كله بيبقى النسبه اللي ما بيبقاش كبيره كده في الماركتنج بالذات. تمام دي كده الفانل تشارت. بس صدقني هجيب لك المثال ما هو ده المثال انا جايبه والله. بس انا نعم في توتال ريفينيو. توتال ريفينيو طب تعالى كده نشوفها فين هي. انا ثواني كده هو اهو فين توتال ريفينيو ده ريفينيو ولا ريفينيو ده يا يحيى؟ اوبورتيونيتي ليس والله زي ما انت بالظبط. شكرا 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 للناس الدحيحه اللي ورا اهي كده وصلت اهي. اهو بصي اهو المثال اهو كده وبقينا كده شايفين اهو. تعالي كده اهو بصي بقى يا ستي. لا تعالى كده نكبر الكلام كده شويه نخليه في الداتا ليبل عشان نكبر الكلام. نخش على الداتا ليبل ونيجي عند فاليو نكبر الكلام كده شويه بحيث ان الكلام كده يكبر. فاهمين قصدي؟ وهنيجي عند كاتيجوري ليبل. كاتيجوري ده اللي هو الاسامي دي كده. هندوس على دي كده وهنكبر الكلام كده شويه كده كده بقت وصلت اكتر صح؟ كده بقى لا اسمها ايه اسمها ايه
اسمها توب، اسمها فاكت فاكت، اسمها توب اوبورتيونيتي دايز. انا عشان لسه عامل حاجه اعمل لها ان هيدن اه، بس انت هتلاقيها دلوقتي موجوده. هتختار السيلز ستيجز. طب تعالى نعملها من الاول خالص يا جماعه، اهي هندوس اهي كده خالص، هنمسح كده خالص، هنيجي عند الفيجوال، هنيجي عند الفانل، هنكبر الفانل ده كده كتير قوي كده اهي، وهنيجي عند تحت كده سيلز ستيجز وهندوس عليها كده، هتظهر لي في الكاتيجوري، وبعد كده هندوس على توب اوبورتيونيتي دايز اهي. طب انا عايز اكبر الكلام، هنيجي عند فورمات يور فيجوال، هنيجي داتا ليبلز، وهنيجي عند فاليوز اهي، اكبر الارقام دي اهو، اخليها مثلا 16 او 15 14 اهي. وهنيجي كمان عند حاجه اسمها كاتيجوري ليبلز، اللي هي الاسامي اللي هنا دي كده هنا، ونكبر دي كده بحيث ان هي تبقى المنظر ده. بصوا يا جماعه، المثال ده من افضل الامثله للفانل تشارت، انا عشان كده انا تهت فيه. بصوا اهو ده كده الشكل بتاعه اهو. بصوا الليد بتاعنا جالنا 128000، اللي نزل بصوا كده اول ما انزل كده على الحته اللي تحتيها دي، بص كده، بص الحته دي كده، من 128000 اتفلترت لكام؟ ل 33%. خدتوا بالكم اهي الرقم 33%، الرقم قل خالص، خس خالص كده، فاهمين؟ عشان طبعا مش كل عملاء يعني ده مش كل، مش اي عميل يجي يقول لك انا عايز اقسط فانت تقول له خد قسط، فاهمين قصدي؟ السوليوشن بقى بصوا اللي تحتيها بقت نزلت لكام؟ 72% عن اللي فوقيها. يعني بصوا كده الحته دي، كلمه السوليوشن دي، دي قصدي نزلت كام؟ اللي هي اللي تحتيها دي نزلت كام؟ نزلت 33%. يعني لا مش نزلت، هي بنسبه 33% من اللي فوقيها. ايوه ديفرنس فروم. فلما نيجي نطلع بقى هنا كده هتبقى دي بنسبه 24 72% من اللي فوقيها. فدي 46%، دي 36%، فاهمين قصدي ايه؟ لحد ما بنوصل لاخر مرحله خالص اللي هي الفاينلايز، وبيحصل كلها على بعضيها حوالي 4%. يعني انا قصدي ايه؟ ان الفانل تشارت دي ما بتستخدمش في ان انت تجيب اكتر من حاجه ملهاش علاقه ببعض، لازم كلها تبقى متربطه ببعض. وصل كده؟ نعم؟ بالظبط اه، او ممكن نعكسها. اه لا لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. فاهم؟ مش هينفع يجيب نص في المية، مش هي... آه ممكن، لا ممكن يجيب في النص، ممكن يجيب في النص عادي. اه ما هو انت ممكن ترتبه من هنا. في حاجه اسمها سورت اكسس هي يا باشمهندس. السورت لا بس هو بيرتب عموما، بس هو بيرتب عموما. بس انا قصدي هو بيرتب عموما. الفانل تشارت دي بترتب عموما، بتاخد اكبر رقم وتطلعه فوق واللي فوق ايه يعني، وهكذا بترتبهم لفوق. وصل كده يا شباب الفانل تشارت؟ تمام؟ هي هتبقى هنا كده في الفيجواليزيشن دي، في حاجه اسمها فورمات فيجوال، في داتا ليبل وفي كاتيجوري ليبل. كاتيجوري ليبل وداتا ليبل، الداتا ليبل دي بتاعت الارقام، كاتيجوري ليبل دي بتاعت القيم اللي هي ليد. الارقام، طب تعالي كده داتا ليبل اهي، كونفرجن ريت اهي، اي كونفرجن ريت اخر واحده خالص. وصلت بس كده؟ كده احنا خلصنا الفانل شارت وخلصنا. بصوا الفانل شارت حتى بيقول لك ايه، ان هي لينير، بتعمل ديسبلاي لينير بروسس، اللي هي الحاجات اللي بتبقى نازله تنازلي، اللي هي بتبقى اكسبكتد، اللي هي اكتر حاجه دي جريتر، اللي هي اكبر واحده، وتبتدي تنزل تنازلي. تمام؟ دي بس كده. فاحنا كده وصلنا كده اللي احنا عملنا كام شارت وكولوم طبعا والتيبل والكلام ده. تمام؟ حته بقى داكس كده عشان ايه يعني، يا ريت هو كبير. انا جايب لك بقى حته من الشهر اللي من الـ من الـ من الحصه اللي فاتت، حته كده. بصوا انا جايب لكم حاجه من السيشن اللي فاتت في الداكس. داكس هيفيدكم قوي ان شاء الله، اهو كده فيجوالز، نرجع تاني باور بي اي. انا جايب لكم سيشن 2 كل الحاجات اللي انا كنت عامل سبحان الله سيفتها بالصدفه. على فكره يا جماعه صح، انا مش من طبيعتي ان انا بسيب على فكره، مش قصدي يعني، انا من طبيعتي ان انا التسييفه ليا بتبقى حاجه قيمه قوي،
بتبقى قيمه جدا. يعني انا حتى في ناس بتبعت لي شيت، بروح في حاجه في اكسل يا جماعه انتوا ما تعرفوش، بعمل حاجه اسمها سند ناو، ان الشيت نفسه بيتعمل سند ناو على الميل. يعني الشيت ما بيتسجلش على، يعني مثلا لما انتوا مثلا بتيجوا تفتحوا اكسل شيت او تيجوا تنزلوا حاجه كده بره بره الحصه يعني، تعالى ننزل كده، شدوا كده، لما تيجوا حد مثلا يجي يعمل اكسل شيت تلاقيه يعمل ايه؟ يروح عامل كليك يمين هنا ويروح عامل نيو واكسل شيت، وبعد كده يجرب هنا. صح؟ صح؟ في ناس بتعمل اللقطه دي يا باشمهندس. صح؟ طب انا دلوقتي، طب انا دلوقتي انا مش عايز ان انا اعمل اللقطه دي كلها، بعمل ايه؟ اروح ماسح دي كده، اروح فاتح هنا، فاتح اكسل شيت عادي، بفتح اكسل شيت كده في الهواء ما سيفتوش، واكتب اللي انا عايز اكتبه. شايفين العلامه اللي فوق دي كده؟ العلامه دي كده، دي دي انا بدوس عليها كده، الشيت بيتحط جوه ميل، بروح بعمل له فورورد. الموضوع جامد قوي على فكره، انا ما بسجلش حاجه عندي يعني، يعني انا قصدي ميلاد، في ميلاد بتبقى جايه لك كده مستفزه مستفزه، فباخدها بروح باعتها على طول ما بستناش. نعم بالظبط، تمام اهو، تمام كده يا شباب. بص بصوا كده يا جماعه، بص كده سيب، لا معلش عايزك انا في الموضوع ده، عايزك قوي فيه. بص احنا لو تفتكر الميجرز اللي احنا عملناها، الميجر اللي احنا عملناها، انت اكيد عارف الميجر طبعا. الميجر احنا كنا بنعمل ايه؟ بنجمع وبنرميها على فيجوال عشان تسمع. لو حد يا جماعه فاكر الميجر، الميجر عباره عن حاجه كده اون ذا فلاي، حاجه كده اون ذا فلاي، ما بتاخدش من الميموري بتاعتنا، ما بتاخدش من الميموري بتاع الجهاز، علشان دي بتبقى حاجه مش بتتسجل على الداتا بيس بتاعتنا، غير الكولوم والتيبل، غير الكولوم كالكوليتد كولوم وغير الكالكوليتد تيبل. مش احنا كنا مكريتين تيبل وكولوم المره اللي فاتت قصدي؟ طب تعالى نشوف احنا كده اللي احنا بنعمله ده ايه؟ عشان تفتكروا، يعني عشان تفتكروا. طب استنى كده، افتح كده بس الاتريتورز ده كده، عشان بس نعمل ريفيجن كده سريع كده عشان الموضوع. هنعمل ريفيجن دلوقتي على الكولوم وعلى الميجر، نعمله ازاي؟ التيبل هنعمله تمام. اول يا رب يا رب ان شاء الله يا رب زمان الشد اللاب بيعمل كده تمام. طبعا احنا معلش احنا فتحنا كده الاتريتور ده اللي هو اللي هو فايل اسمه الاتريتور، اللي هو في فولدر في فايل بي بي اكس اللي هو فايل باور بي اي اسمه اتريتور، اتريتور دوس عليه كده، فتحنا الاتريتور ده، جاب لنا اللي هو الستار سكيما ده. بصوا بقى يا شباب، تعالوا كده نبص على هنا كده، ده كده شيت الاوردرز، الاوردرز اهو ده شيت بيبقى مشهور جدا، شيت بيبقى فيه الاوردر ديت وفيه الكوانتيتي وفيه السيلينج برايس وفيه الديسكاونت وفيه البرودكت، عادي خالص زي اي شيت بيع احنا عارفينه يا باشمهندس. صح؟ بس هنا ما فيهوش سيلز، لو تلاحظ هنا كده ما فيهوش، في سيلينج برايس وفي كوانتيتي بس ما فيهوش سيلز سيف، ما فيهوش سيلز. فهنعمل ايه؟ هنكريت كولوم، هنعمل ايه؟ هنضرب السيلينج برايس في الكوانتيتي. صح؟ صح يا استاذه ولا ايه؟ بكلمك انت؟ نعم. السلام عليكم، معايا؟ فالسيلينج برايس اهو ده كولوم، والكوانتيتي دي كولوم، فانا عايز اطلع السيلز، يعني اضرب ده في ده يطلع لي السيلز. فهنعمل ايه يا غازي؟ هنعمل كولوم جديد. هنعمل كده، نعمل نيو كولوم كده اهو عشان نعمل ريفرش يا جماعه، معلش اللي ما حضرش المحاضره اللي فاتت يبقى باصص لي كده في عينيا كده عشان ايه نعمل موضوع. هنيجي نعمل هنا نكتب هنا ايه؟ توتال سيلز، توتال اهو، نيجي نكتب هنا في الكولوم اهو اهو كده كاتب، صح؟ نكتب هنا كده توتال سيلز، وهنقول له هنا كده، هنقول له بص يا عم الحاج احنا عايزين اضرب لي، نرجع كده هنا كده، اضرب لي السيلينج برايس في الكوانتيتي. اول ما اكتب اس يعني سيلينج اهي، سيلينج اهي، عشان تكبروا الكلام يا جماعه دوسوا كنترول وحرف اليساوي، كنترول يساوي كتير، دوس كنترول يساوي كتير، لا كنترول يساوي، دوس كنترول يساوي،
كمان 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 كم خليها تكبر، خليها تكبر. انا عايزها تكبر. اسمها اول مكتب يا جماعه. بص 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 يا باشمهندس، اول مكتب سيلينج جاب لي ان التيبل اسمه اوردر اللي انا فيه دلوقتي اللي هو اسمه اوردر اهو خلاص، والسيلينج برايس اهو اللي هو العمود بتاع السيلينج برايس، هروح دايس عليه. وبعد كده اعمل ايه يا استاذ الاء؟ في اللي هو شفت 8 تمام. لا حتى لو عملت سبيس مفيش مشكله اهو، مش فارقه، هو اللغه دي ما بتقراش السبيس تمام. هنعمل كده اهي في ايه اللي هو كوانتيتي. اول مكتب كيو تي واي جاب لي ان التيبل اسمه اوردرز والعمود اسمه كوانتيتي. خلاص كده يا باشمهندس، هندوس عليه كده وبعد كده ندوس انتر. هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي التوتال سيلز. بعد كده نعمل ايه بقى يا غازي؟ طب لو انا عايز اجيب بقى التوتال سيلز كلهم، يعني انا ضربت السيلينج في التوتال في شباب شباب يحيى معايا؟ ركزوا بس في الحته دي معلش. احنا عملنا كولوم عشان نعمل ايه؟ عشان نجيب التوتال سيلز اللي هي ايه؟ اللي احنا بنضرب الكوانتيتي. التوتال سيلز دي اللي هي المبيعات كلها يا جماعه. بضرب الـ عدد القطع في سعر البيع عشان يطلع لي توتال المبيعات. طب انا جاب لي توتال مبيعات لكل صف. طب انا عايز اجيب بقى توتال مبيعات على طول كده. هنعمل ايه يا غازي؟ هنعمل ميجر بالظبط. يبقى هعمل ميجر تاني. بصوا مش ده كده، مش ده عمود اسمه توتال سيلز؟ يبقى هنجمع التوتال سيلز ده في ميجر. ركزوا بقى معايا، هنيجي نعمل هنا كده. اتفضل يا استاذ عصام، اتفضل يا فندم. هنيجي هنا كده في تيبل مثلا اسمه ديتس مثلا، احط الميجر ده في الديت خلاص. واجي اعمل هنا كده نيو ميجر. نيو معايا يا استاذ ماشي. هنعمل نيو ميجر وهعمل ده اسمه ايه؟ توتال سيلز. هنعمل كده قصدي توتال سيلز بس اسمه ايه ميجر عشان ايه؟ عشان كان في توتال سيلز قبل كده. واعمل هنا كده يساوي سم توتال سيلز صح؟ ندوس انتر. وبعد كده اروح طبعا حاطها في كارت عشان ليله كبيره، ليله كبيره سعادتك. هنيجي نعمل هنا كده، احنا جينا في الديت. انا غلطت ايه ده؟ هو كل ده ديت؟ اهو توتال سيلز ده اتخطا صح بالظبط بالظبط. طب يعني ما تحرقيش المفاجاه. ماشي اهو، بص اهو كده توتال سيلز اهو طلع لنا ايه مليون وشويه. بس المشكله بقى في ايه بقى؟ في دي اللي احنا عملنا خطوتين عشان نوصل للمرضى ده صح؟ مش احنا ضربنا الكوانتيتي في السيلينج طلع لي توتال سيلز يا سيف، وبعد كده رحنا جايبين توتال السيلز كله حطيناه في كارت. فكده احنا عملنا خطوتين. قلنا له شركه مايكروسوفت انت ما عندكش اي حاجه تجيب لنا الحاجه دي كلها في خطوه واحده؟ قال لك اه عندي. ايه هي؟ قال لك الايتريتورز. يعني ايه ايتريتورز؟ الايتريتورز دي بتكون فانكشن بس تستخدم ان هي الايتريتور دي يا جماعه بتلف، يعني اللي هي بتعمل لف كده اللي هي اسمها ايتريت يعني بيلف. ان هي تشتغل على اللي هي اسمها ايه؟ رو كونتكست. لو تفتكروا رو كونتكست الصم بتشتغل على فلتر، انت بتعمل فلتر دي كده بتروح ايه؟ مفلتر على كله. السلام عليكم. الافرج بتفلتر على كله، دي اسمها فلتر كونتكست. فهنا بقى احنا عايزين نعمل الخطوه دي بس على حركه واحده بس. قال لك انا اخترعت لك اختراع اسمه اتريتورز. الاتريتورز ده بيعمل ايه؟ احنا هنعملها لك على برو كونتكست. وبعد ما يخلص يعني من الاخر بصوا كده، بصوا اللقطه دي كده، احنا قعدنا نعمل ايه؟ ضربنا، نقفل دي كده ونيجي هنا في الاوردر. هنيجي هنا كده قال لك انا هضرب لك السيلينج برايس والكوانتيتي زي الشيت، زي اللينك ده، زي قصدي العمود ده تمام، فعمود وهمي. وفي الاخر بعد ما يخلص اروح جامعها لك وتتحط وتبقى ايه؟ قيمه واحده اسمها سكيلر، حاجه اسمها سكيل. القيمه الواحده يا جماعه بتطلع في الباور بي اي اسمها سكيلر، سكالر او سكيلر تمام. ايه هي بقى الايتريتور؟ الايتريتور دي اللي هي ايه؟ عمل لك كده معادلات معينه اخرها اكس، سم اكس، افريج اكس، من اكس، ماكس اكس، اي حاجه اخرها اكس بنسبه كبيره طبعا اسمها الايتريتورز. الايتريتورز دي وظيفتها اللي هي لا اما بتخرج على سكيلر، سكيلر اهي كلمه سكيلر اهي ظهرت اهي، او بتبقى عباره عن بتعمل حاجه اسمها ايتريتورز اوفر اون اوبجكت اللي هي بتعمل تلف على الاوبجكت كله، وبتطلع في هيئه حاجتين، لا اما هيئه نتيجه كامله او فيرتشوال تيبل اللي هو بيعمل تيبل كامل. دي كده اسمها سكيلر، واغلبيتها بتخرج بحرف الاكس، يعني اغلبيه المعادلات دي بتخرج بحرف الاكس. طبعا دي بتشتغل على الرو كونتكست، يعني معادله هتشتغل لك رو كونتكست وبالاخر هتطلع لك نتيجه كامله. هوريك دلوقتي الحاجات اللي احنا عملناها. تعال نفتح الاكسرسايز ده. اتريتورز
مش ده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي؟ الاكسرسايز ده انا لسه عامله دلوقتي، اللي انا ايه عملت كولوم ضربت السيلينج برايس في الكوانتيتي طلع لي التوتال سيلز، وبعد كده رحت عامل التوتال سيلز جوه ميجر اللي هو ده جوه ميجر، جمعت التوتال سيلز كلها. طب ايه رايك يا استاذ بقى جهاد نعملها كلها في مره واحده؟ بص بقى يا سيدي، احنا هنعمل ايه الاول؟ هنعمل هنا كده ونعمل ده طلع دي التيبل ده كبير قوي، انا السبلاير ده خفيف اهو، هنيجي نقف هنا ونعملها. قال لك ايه؟ قال لك احنا ممكن نعمل حاجه اسمها هنا اسمها نيو ميجر. ركزوا بقى معايا بالله عليكم عشان المعادلات دي مهمه جدا، اسمها ايتريتورز. افتكروا الكلمه دي كويس، انتوا ممكن تكونوا عارفين المعادلات لكن مش عارفين الاسامي الوصفيه بتاعتها. نفتح ميجر الاول، هنكتب الميجر ده اسمه ايه؟ توتال سيلز 2. احنا عملناها 2 دي قبل كده صح؟ ميجر يبقى توتال سيلز 2 صح؟ توتال سيلز 2. وهنكتب ايه؟ ركزي معايا بس سيبك وهنعملها تاني. اكس تعالى كده نكبر كده ونشوف. قال لك سم اكس، بصوا كده في المعادله بيقول لك التيبل، التيبل اللي هو ايه؟ الاوردرز، التيبل بتاعنا اللي هو الاوردرز اللي هو ده، هنكتب له اوردرز. اوردرز اهي اول ما جت لك جت علامه ايه؟ ركز في الحته دي. قال لك علامه ايه؟ اللي هي علامه التيبل دي، هندوس عليها كوما. قال لك بقى الاكسبريشن، الاكسبريشن بقى ايه؟ الاكسبريشن انت هتضرب السيلينج في الكوانتيتي، هتضرب ده في ده. هنكتب هنا سيلينج، سيلينج برايس، اول ما اكتب سيلينج ظهرت لي في الكوانتيتي. طب ما نجرب لو تعال ايه اللي حصل بقى هنا؟ انا قلت له حطيت له الجدول، هو بيطلب مني جدول، وبعد كده الاكسبريشن بقول له اضرب لي العمود بتاع القطع في العمود بتاع سعر البيع ودوس انتر. مادام كده مادام سكتت كده يبقى احنا كده ماشيين صح. هنيجي نعمل ايه بقى؟ نيجي نعملها هنا كده ونعمل كارد، ولا كارد وهنحذف دي هنا كده. ايه ده نفس الرقم يا سبحان الله، ده ايه ده؟ فاهم؟ عمل ايه بقى في نفس عمل ايه بقى اللقطه؟ على فكره الموضوع ده جامد جدا، الانتريتورز دي جامده جدا. عمل ايه بقى في اللقطه دي بقى؟ عمل قال لك ايه بقى؟ بص كده على المعادله دي بقى كده، تعال نكبرها بقى كده. بص هو قال لي ايه؟ هو في تكبير اكتر من كده وبيكبر كمان؟ اه كده احسن. لا احنا عايزين نصغر عشان نشوف بقى المعادله كلها. بالظبط، تعالوا كده نكبر دي كده. قال لك ايه؟ بص بقى يا ستي. قال لي الاول ايه؟ المعادله بتشتغل ازاي؟ في حاجه اسمها بارسنج او فيتشنج، بتشوف المعادله بتشتغل ازاي قبل ما يعني بتشوف اليه المعامله، بتشوف اليه المعادله ماشيه ازاي. قال لك اول حاجه انا عايزك تخش لي في الجدول اللي اسمه اوردرز، الجدول اللي اسمه اوردرز، وتضرب لي السيلينج برايس في الاوردر كوانتيتي، واللي يطلع اجمعه لي. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين السيكونس بتاعت المعادله؟ قال لك اول حاجه تخش على الجدول التيبل، وبعد كده امسك عمود السيلينج برايس اضربه في العمود بتاع الكوانتيتي، وخد الجمع بتاع او خد الكوانتيتي او الناتج اللي هيطلع اجمعه مع بعض. هي دي السم اكس، دي اسمها اتريتورز. طب ايه الفرق ما بين ده وده؟ ده اللي هو الكولوم خد مني ميموري في الـ في الـ في السبيس بتاعتي وبقى تقيل. بالظبط، وبقى تقيل. اما ده في الهواء طاير، ده ما بياخدش ميموري. يا جماعه لو تقدر تعمل كل حاجه ميجرز اعملها، الميجرز خفيفه جدا، خفيفه على اللسان، كلمه خفيفه على اللسان وهكذا. بالظبط، ثقيله في الميزان وهكذا. هي دي بالظبط، هي دي الميجرز. طب تعال نشوف الميجرز دي ممكن تشتغل معانا على تيبل. اكيد صح، على اكيد يعني اكيد. ما يعني مثلا لو خدنا مثلا هنا الامبلويز مثلا، لا مش الفلوس هتبقى طويله قوي، ناخد السبلاير الكانتري مثلا، الكانتري استراليا، ونيجي نحذف. انا بحب احذف كده على طول. اشتغلت ايه؟ اي جاب لك ان استراليا عمل دي بالاخر. سام اكس دي عارفين زي ايه يا جماعه؟ لا، سام برودكت. تمسك العمود في العمود وتضربهم في بعض، عارفين زي بيعملوا ايه؟ بيعمل زي جدول وهمي يطلع الناتج كده وبعد كده يجمع الناتج. اوعوا تعملوا ان انت تجمع ده وتجمع ده وتضربهم في بعض، الموضوع بيبقى صعب. يعني قصدي ايه؟ اللي هو ايه؟ يعني ايه؟ في ناس بتعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ شايفين الحركه دي كده؟ الكوانتيتي دي تشوف قد ايه التوتال بتاعه وتجمعه، وده قد ايه وتجمعه وتضربه في بعض، ده بيطلع ناتج غير الناتج ده خالص.
يعني فاهمين؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل بيضرب ده في ده في ده في ده، بيعمل زي كولوم قصدي رو، وبعد كده الناتج ده كده بيعمله في كولوم وهمي ويجمعه، وبعد كده يمسح كل اللي هو عمله ده. تمام؟ تمام. بصوا بقى اللقطه اللي جايه ديت هتبقى حلوه قوي. طب انا دلوقتي عملت على فكره سام اكس افريج اكس من اكس ماكس اكس، هم كلهم نفس ده، بتختار الجدول وبعد كده تضربهم في بعض والموضوع والسلام عليكم على كده. تمام؟ تعالوا بقى اللقطه بقى اللي جايه دي بقى. طب انا دلوقتي يا عم غازي جبت المبيعات بتاعت سام اكس كلها، سام كلها ده التوتال صح؟ طب انا عايز اجيب مبيعات استراليا بس، او مبيعات الدنمارك، او مبيعات فنلندا، فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا على طول بجيب سم من ماكس. طب انا عايز اجيب بقى المبيعات بقى بتاعت دوله معينه، دوله محدده، نعمل ايه بقى؟ نعم ادوس على ايه؟ على الدوله؟ لا انا عايز تطلع لوحدها. لا 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 انا عايز بص صح صح بالمعادله بالمناسبه صح. انتوا ممكن تدوسوا هنا كده، تعالوا بس نكبر الكلام. هنكبر الكلام ازاي؟ هنروح نيجي هنا كده فورمات فيجوال، وبعد كده نيجي في الفاليو ونقعد نكبر كده كتير 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 كده، كترت المعادله نصغر هنا كده. بصوا هنا بس في حاجه هنا عشان بس تفهموا اللقطه دي عشان تعرفوها. هنا كده في حاجه اسمها فلتر، فاكرين فلتر اللي اتكلمت عليها دي يا استاذه؟ هنيجي هنا كده في حاجه اسمها فلتر يور فيجوال. بصوا الحته دي الفلتر دي كويسه قوي. انا اجي اقف على الفلتر ده، اقف على الـ على الـ على الشارت دي خلاص، واجي هنا كده، واجي هنا كده هيقول لك ده الفلتر بتاعه. بصوا مكتوب هنا ايه؟ فلتر اون يور فيجوال، وادوس على دي كده. بصوا التوتال هنا كام؟ مليون 335 353. هنيجي هنا كده وادوس الكونتري، انا اقول له بس انا عايز بيزك فلتر، اقول له بس انا عايز برازيل بس، واقول له هنا كده يقول لي انت البرازيل بس، اقول له تمام. اهو بصوا جاب لي مبيعات البرازيل بس اهي، هو فلتر يعني، فاهمين قصدي ايه؟ تاني اهو تاني، تعالى تاني كده، دي كده مبيعات الدول كلها. فانا في فلتر عن طريق معادله داكس، وفي فلتر عن طريق باور بي اي، الراجل برده قايم بالواجب المزاري. هنيجي نقف هنا كده وفي فلتر اهو، هنيجي عند كونتري اهي، هو اول ما تدوس عليها هو بيجيب لك كل حاجه موجوده. تدوس على الكونتري هتلاقي كله مش متعلم عليها، اقول له بس انا عايز البرازيل بس. كده خلاص؟ كده بقت خلاص كده متفلتره. يعني كده خلاص بقت ثابته كده. او اقول له مثلا ايه؟ ممكن نمسحها عن طريق الاستيكه دي كده. نرجع تاني وفي هنا كمان عن طريق توتال سيلز، نقول له ايه بقى؟ بصوا هنا كده نقول له احنا عايزين ليس ذان ايكوال ذان اكبر من 100000 اصغر من 100000 وهكذا. ان احنا ممكن نفلتر على الفيجوال نفسها، بس انا عايز افلترها عن طريق الداكس بقى. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ نحط بقى التيبل لا 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 سام اكس فلتر صح 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 صح. لا انا عايز اجيبها في معادله ثانيه خالص بقى يا استاذ، عايز اطلع معادله ثانيه خالص، عايز اجيب دي خالص، خلي دي كده على جنب خليها هنا، خليها هنا، ما مش عايزه تيجي، ما تخليها ايوه خليها هنا ايوه كده. لا اله الا الله، اهو نصغر دولك كده شويه، نصغر دولك كده شويه كالكوليت، هو ده اللي انا جاي اسمه. الاستاذه دي باين عليها صعبه، دي باين عليها صعبه، دي قاعده دي مش ساكته. تمام. تعالوا هنا بقى، بصوا بقى يا شباب، انا عايز اجيب مبيعات البرازيل بس. سام اف اللي في الاكسل هنطبقه هنا، هنيجي نعمل هنا كده نعمل حاجه اسمها نيو ميجر، نحطها فين؟ نحطها في السبلاير، هي في السبلاير. بصوا في الاخر بقى استاذه، برضو في الاخر استاذه دي مش على مكاني، اسمعوا بس. هو في الاخر هتروح من لكم كده تقول لكم انا على فكره محمد تحسين. هنيجي نعمل هنا نيو ميجر، نيجي نعمل هنا نيو ميجر. في معادله بقى يا جماعه اسمها كالكوليت، كالكوليت دي من اهم المعادلات في الداكس كلها. كالكوليت دي هتستخدموها في كل حاجه. نكتب هنا كده، ركزوا بقى في حته معادلات كالكوليت دي، هي دي مهمه يعني. هنيجي برازيل سيلز تمام كده، وهنكتب كالكوليت، كالكوليت تمام. الاكسبريشن بيقول لك احنا عايزين نعمل اكسبريشن اللي هو ايه؟ التوتال سيلز اللي احنا عملناها، هنقول له سم اوف توتال سيلز اللي هي في الاوردر اهي تمام، سم اوف توتال سيلز خلاص كده، اللي هو الكولوم اللي احنا عاملين، اللي احنا ركزوا احنا عملنا كولوم في الاول، ضربنا السيلنج في الكوانتيتي. حلوه الحركه على فاهمين، نعم
هيبقى الكولوم في الكوانتيتي طلع لنا التوتال سيلز اهو. بص والله سهله جدا، والله ما في اسهل منها. كوما هنقول له ايه؟ هنقول له الكونتري دي كونتري اهي، الكونتري فين السبلاير كونتري اهي اهو مكتوب اهي سبلاير كونتري بتساوي كلمه برازيل، برازيل. ونقفل الكوست وندوس انتر. طبعا هو طبعا اول ما بيظهر ما بيظهرش باي حاجه، فلازم نطلعه في في كارد بالظبط او نطلعه على الجدول على طول. ايه رايكم نطلعه على الجدول ونشوف ايه هيحصل في الجدول ده؟ يعني تعال نعملها من الاول خالص. فين برازيل سيلز؟ احنا عاملينها في في الديتس، معلش انا اسف نمسحها بس من الديت من ديليت. معلش يا شباب معلش، هو انا بس يعني انا اسف لو انا جيت تقيل النهارده، بس والله عايز اقول لكم حاجات النهارده، حاجات في الدكس مهمه جدا، فاتمنى بس الناس تركز معايا شويه لو سمحتوا. انا عارف النهارده يوم صعب، يوم طويل جدا على فكره. انا لو مكانكم انا هنام، لان انا عشان ما بتفاعلش، لان انا بتفاعل دلوقتي انا صدقوني انا بنام من جوه، يعني في هنا حد نايم جوه اساسا، ففي هنا 10% شغال. بصي الدكس ده، بصي الفيجوال، الفيجوال لحد ما يعني مش صعبه، مش صعبه. اه الفيجوال دي خليها في الاخر، الدكس ده مهم. في حاجه اسمها دكس، في حاجه اسمها انتر اكتيفيتي اللي هي مثلا دريل داون دريل ثرو، البوك مارك اللي هي البيج نافيجيتور، الحاجات دي. اه الفيجوال، الفيجوال لحد ما انت لو حتى مش فاهمه في الفيجوال لحد ما هتمشي حالك ب 80%، لكن الدكس مش هتعرفي هتعتقدي. عارفه زي بتعرف تسوق ولا ما بتعرفش؟ قال له ما اعرفش، قال له ما هو لما بتعرف لما ما بتعرفش. فاهمين؟ تعال نعملها من الاول كده يا باشمهندس. نيجي نقف في جدول السبلاير، في تيبل السبلاير، تمام كده يا باشمهندس؟ هنيجي نعمل نيو ميجر، ميجر تمام؟ نيو ميجر، ونكتب نكتب ده ايه اسمه؟ برازيل، برازيل سيلز. ونيجي نكتب معادله كالكوليت، كالكوليت اهي الاكسبريشن. الاكسبريشن اول ما تلاقي كلمه اكسبريشن اعرف ان في معادلات هتحصل. يبقى نقول له ايه؟ احنا عايزين نجمع التوتال سيلز اللي احنا عملناه في الاول خالص، اللي هو العمود اللي احنا عملناه صم صم توتال، او ما اكتب توتال ايه؟ قال لك توتال سيلز. ده العمود اللي احنا عملناه جوه التيبل، تمام؟ ونقفل الكوس ده كده. كوما شايفين الكانتري دي؟ اللي هي دي كده الكانتري دي. انا اقول له كانتري اهي، اكتب كانتري اهي country country supplier supplier country، لان احنا واقفين جوه السبلاير، بيساوي كلمه ايه؟ برازيل، برازيل عشان كلمه تحط ما بين كوتيشن، شيفت كوتيشن برازيل، شيفت كوتيشن. طب انا اقفل الكوز ده كده، دوس انتر. ما جابتش اي حاجه، الدنيا لسه واقفه زي ما هي. هنسحب بقى، بصوا بقى هنخلي دي كده وهنكبر الكلام ده كده، ونسحب برازيل دي سيلز نحطها هنا. ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ بصوا الارقام كلها بقت 4700. ليه؟ لان هو جايب برازيل بس. فهنا بصوا البرازيل 4775 تمام، لكن الكل جايب مبيعات البرازيل ومش مفلتر على حاجه، لان انا عامل كالكوليت على معادله واحده بس. فاهمين قصدي ايه؟ فهي دي طبعا مش هينفع ترمي على جدول، هي ترمي على شارت. هنقول له مثلا برازيل سيلز على كارد عشان تبقى برازيل سيلز. هنعمل دي كده، هنعمل هنا كده اهي. فين 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 اهو كارد، معلش دي مشكله برضو الواحد بيدوس اهو كده كارد، ونرمي فيها كده برازيل سيلز كده اتحدفت اهي، فجابت لنا البيع بتاعها. خليها هنا كده على جنب. طب يا باشمهندس هذه، احنا عايزين بقى نزود بقى حاجات تانية. نقول له مثلا ايه؟ احنا عايزين نجمع اتنين بس يطلعوا لي في ميجر واحد. يعني احنا طلعنا معادلة كالكوليت طلعت لنا معادلة واحدة، صح؟ طلعت لنا برازيل. طب انا نفترض انا عايز برازيل وفرنسا مثلا. طب برازيل وفرنسا نعمل ايه؟ يعني قريبة منها. بص في بقى دي بقى بتاعتك انت دي يا سيف، المعادلات بتاعت الدكس انت بتقول عليها بتعمل زي الاكواد دي. تعال في هنا يا جماعه حاجه اسمها فار، جربتي فار دي قبل كده؟ كويس كويس كويس، هنجربها دلوقتي. في فاريبل كاننا بقى بنكتب بايثون بقى، شفتوا عارفين البايثون؟ لو مش عارف بالظبط بايثون بقى كاننا بنكتب بايثون.
هنعمل هنا كده نيو ميجر. بص بقى، انا عايز اجيب مبيعات البرازيل ومبيعات كندا فرنسا ايا كان يعني. هنقول الميجر ده اللي هو ايه؟ برازيل، انا على طول بقول لك برازيل، برازيل اند فرنسا، فرنسا. انا اوريك بقى حته بقى في الاخر بقى كده، حته كده عارف كده دي. نعمل شيفت، شيفت انتر. لما اجي ادوس شيفت انتر بتلاقي بتنزل تحت كده، بتنزل المعادله تحت شيفت انتر، واكتب فار. اول ما اكتب فار هيطلع لي الحكم على طول ولا مش هيطلع لي حكم؟ هدوس فار اهي، هدوس تابع فار فاريبل. ركزي معايا يا استاذه وبعد كده اكتبي اسمعيني والله عشان ما تعطليش. تقولي على فكره الاكزامبل. السلام عليكم. فار احنا هنقول ايه؟ برازيل سيلز. هنكتب، هنكتب ايه؟ او ممكن نكتب بي ار سيلز، بي ار، بي ار بت بيساوي كالكوليت، كالكوليت اي ما فاريبل اي حاجه، بي ار برازيل كالكوليت سم توتال سيلز اللي احنا لسه عاملينها اللي هو العمود، ونقفل القوس ونقول له ايه كوما. الفلتر بقى يبقى على ايه؟ على الكونتري اللي هي كونتري سبلاير كونتري اهي، تنزل تحت خالص ونختار اهي، بتساوي كلمه ايه؟ برازيل، برازيل، ونقفل ايه الكوتيشن. بعد كده نعمل فار تاني، فار تاني، فار ايه؟ صح، حتى هو صح مش عايز يجيب لي الفار تاني. صح جدا، شكرا يا استاذ. فار تاني، اول ما تلاقي الكلام بيظهر قصادك اعرف انت مش صح. انا لما الكلام قلت في حاجه غلط دوس. نعم، فار دي، فار دي يعني يا باشمهندس يعني فاريبل، عشان هي عشان الكود ما كانش ظاهر، الكود كان ما كنتش كتبته، فاكتب فار، فار ما, ما بيطلعليش. اكتب فار اهي، اقفل دي كده كوس وانزل تحت كده، اكتب فار تاني. فار بتساوي ايه؟ اف ار، اف ار لفرنسا، ونكتب دي بي ار برضه عشان بكتبها انا بالكابيتال عشان دي كيس سنسيتيف على فكره يعني. سامع كيس سنسيتيف الار والبي والك. سامع كيس سنسيتيف ليه؟ فاريبل ده انا اللي بعرفه. ما هو في الاخر هقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل. ما هو في الاخر هستدعيهم، فلازم استدعيهم بنفس بنفس الحروف. تمام، كالكوليت نفس الحركه هي هي غازي بس الفرنسي. هناخد ده كده كوبي ونحطها هنا كده بيست، وبدل برازيل نخليها ايه؟ فرنسا، فرانس. دي بص دي ده كود، كود يعني ده كاننا بنكتب فعلا كود والله. وبعد كده في الاخر بقى خالص احنا عملنا فار للبي ار اللي هو البرازيل، وفار للاف ار اللي هو الفرنسا. بعد كده نقول له ايه؟ ريتيرن بقى، هاتهم لي بقى ريتيرن. نقول له ايه بقى؟ ايه نقول له ايه بقى يا غازي؟ بس شايفين البي ار، بص اول ما اكتب بي ار ظهرت لي اهي، ظهرت لوحدها اهي بي ار اهي، ادوس عليها هنا كده بالماوس زائد اف ار، او مكدوس عليها هتلاقيها ظهرت لي، ندوس عليها كده وندوس وندوس ايه اوكي. لا انا مش عايز ادوس اوكي دلوقتي، احنا ناخد ده كده كله كوبي. اقول لك استنى، هندوس اوكي، استنى هندوس اوكي انتر اهو، هو هتلاقيه ظهر عادي خالص. فكره معادله على فكره، كود، كود بس احنا بقى عايزين نعملها شكل كود بقى. نعمل ايه؟ ناخدهم كده كلهم كوبي. دي بقى حاجه بقى انا جايبها لك انت بقى يا سيف. هنيجي هنا كده في حاجه اسمها داكس اهو، داكس فورماتر، داكس فورماتر. دي بقى هتشوف الكود بعد ما خلصنا كده يا غازي، هتشوف الكود ابن اللذينه. داكس فورماتر باي اس كيو ال بي اي، دي شركه عاملاها يعني. هنحط الداكس اللي احنا لسه عاملينه من شويه هنا كده في الشكل ده كده، وندوس فورمات. بص بقى هيخلي لك شكل كانك بص، بص كانه بص واحد ايه ابن ناس قوي. بص هو كده ناخده كده كوبي ده كده، بص شكل، شكل الكود ابن ناس كده، فاهمين قصدي؟ اهو نيجي هنا كده نحط الكود ده مكان الكود ده. بصوا كده المنظر ده، انتوا بتشوفوه اكيد، اكيد بتشوفوه الناس. ايه ده انت بتعمل ايه؟ هو ده، هو ده نفس الكود بس انا عملت له فورمات اللي هو يبقى شكله كويس، وندوس انتر. كده احنا الكود على فكره تمام، تمام نعم، وظبطها. لا بس شكلها بقت احسن، شكلها بقت احسن بكتير، فاهم قصدي؟ نخرج هنا كده تاني ونعمل هنا بقى ايه؟ نرمي بقى ايه؟ نرمي البرازيل وفرنسا على دول ونشوف الرقم اللي هيماتش مع الرقم اللي جنبه هيبقى صح ولا غلط، فاهم قصدي ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم بالظبط. او
فين برازيل؟ برازيل ايه ده؟ لا ده جمعهم. اه لا مش هينفع، لا مش هينفع، مش سخنت شويه. انتوا عارفين بقى اهو، تعالوا بقى تشوفوا طيش الشباب بقى وكده. عنده سنه كده قال لك ان الرقم ده كله ايه، 374. 304 بص هو من الاخر ما طلعليش ايرور. طب عايز اتاكد منه، اتاكد ازاي؟ هاجي هنا كده، مش احنا كده كده كنا نجمع ده زائد ده؟ اه نجمع ده زائد ده. هنيجي هنا كده ونيجي نقف في الكانتري وهنختار برازيل وهنختار فرنسا. 304 304. سلام عليكم. كده كويس؟ كده تمام؟ في ده الفار. الفار دي ده الادفانسد بقى، يعني ده الادفانس شويه، لان انت ممكن تحط اكتر من فاريبل وتجمعهم كلهم على بعض. ما لا عادي، ما فيش مشكله، تقدر تعمل كل حاجه. المعادلات دي الداكس ما بيقراش السبيس. تمام؟ انا يعني هوريكم حته ثانيه في ولا لكم كده كده خلاص يعني. في الحته دي في حته اسمها ان، في معادله اسمها ان، وتكتب يعني بصوا اهي كده. بصوا يعني معلش خلينا كده في الاخر اهو، احنا نبتدي كده في التايم انتليجنس فانكشن عشان شايف الناس بتقع مني زي الحمام. فتعالوا بس كده نشتغل على التايم انتليجنس فانكشن دي. كالكوليت دي كده عرفناها في الفاريبل كمان، ان احنا عرفنا نجمع تو فاريبل جوه ميجر واحد، يعني تقدر تجمع اكتر من فاريبل جوه ميجر واحد او تعمل اكتر معادلات جوه الميجر ده. في بقى حاجه اسمها تايم انتليجنس فانكشن، دي مهمه جدا 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 جدا، ولازم تعمل الجدول بتاع التيبل. معلش شويه يعني احنا خلاص ان شاء الله يعني احنا لسه قدامنا حوالي ساعه. ف ساعه ممكن ناخد بريك شويه. اه لو ساعه ناخد شويه بعد كده نكمل. لا اهو سيف ليه اهو الكود اهو انا هبعته في زامر. اي مش في الاخر طلعت صح؟ لا ليه؟ لا هيطلع الارقام ازاي؟ ما الارقام طلعت قصادك. ماشي على العموم المعادله اهي، ممكن تاخديها سكرين شوت في الفيديو. سايبها لكم ايه؟ انا سايبها لك يا جهاد عشان تشوفيها. اه نعم لا انا بهزر طبعا بهزر. تمام انا بهزر. لا لا بصوا يا جماعه، بص من المهم معلش انا اسف انا اسف انا اسف انا بس مش هنطول كتير، بيكملنا اول حوالي ساعه او ساعتين حاجه زي كده. بس استنى بس نخلص بس دي، استنى مش هنطول والله. انا خلينا انا قاعد فعلا. استنوا نقفل ده كده. احنا بس جبنا كالكوليت وجبنا فاضل بس الانتليجنس، ودي كده خلصنا على الدكس قبل ما تخلص هي علينا. ونبتدي بقى من المراحل الجايه بقى نشرح بقى ونعمل داشبورد بقى، ويا بتاعت ايام زمان دي، فاكرين ايام الجدعانه بتاعت زمان دي. بس كده اهو. انا اخلي ده سيف، ده اعمل له سيف اخليه في البراوزر اهو. والله استاذ عشانك والله اهو. Iterator with answer. ده الموضوع طلع بجد فعلا. لا لا مش هقدر مش عارف. نقفل ده كده. التايم انتليجنس فانكشن. بص يا شباب معلش معلش. احنا بس هنعمل بس حاجة بسيطة. ايه التايم انتليجنت ده؟ ده دي معادلات نقدر نستخدمها ان احنا نقارن بيها بيع، نعمل بيها مثلا نشوف مثلا الانيوال جروث اللي هو التحقيق مثلا السنوي بيكبر معانا ولا لا. فلازم حاجه نستخدم فيها حاجه تخص التواريخ التايم الوقت. ففي حاجات في معادلات كده نقدر نستخدمها. المعادلات دي نقدر يعني بصوا انا بحاول اجري باقصى طريقه يعني نقدر بقى ان احنا من الاخر ندخل المعادلات دي في ميجرز وممكن ندخلها في جدول. وفي الاخر خالص بقى اللي انت ممكن تعمل حاجه اسمها كومون داتا تيبل. كومون ديت تيبل ده مهم جدا. ده على كده اوريك كده حاجه كده. انا متاسف والله يا جماعه ما كنتش متخيل الموضوع كبر قوي، عشان متاسف. هو ايه ما بيخلصش الشيت ده الفولدر ده ولا ايه؟ كل ما ارجع الاقيه في نفس المكان. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ في ايه؟ ثواني ثواني ممكن انا سايبه هنا ولا حاجه اهو اهو خليها هنا كده. هو ايش انت صح؟ هو احنا لسه تحت ولا ايه؟
ثانية بس انا مش شكرا كريم، شكرا بجد. شكرا كريم. سيبها هي المفروض نسيبه من هنا كده. كت حطها هنا كده في ديسكتوب. معلش يا جماعه، بس انا كنت حابب، معلش انتوا دلوقتي انا عارف انتوا مش شايفيني ولا انا متهيألي سيد، انا مش كده برضه شايفكم ضباب شويه، بس صدقوني لما كلنا ننام ونصحى وناكل ونشرب هتفتكروا كلامي ده دلوقتي، تفتكروا الدور اللي انا بقولها. ما خدتوهاش؟ طب اعمل ايه؟ ما هو تو سيشن، ما هو تو سيشن سبت وثلاث. طب اعمل ايه؟ طيب ما اشرحش، ما هو ما ينفعش والله، ما انا لازم اكون مرتبط يا استاذه والله. ما ينفعش نعمل ايه يا استاذه؟ ما هو بالظبط. حاضر والله، حاضر حاضر حاضر. لا عندك حق، صح. ما هو لازم التريتور ذاك ستيبل اهو، ذاك ستيبل اهو. اهو بص، اهو بص يا شباب، نفتح الشيت ده كده، بص عشان ده اللي احنا هنعمل التيبل بتاعنا. السلام عليكم كده يا عم، ادعي لي بس انا اكون فاكر المعادله عشان ناسيها اساسا، مش عارف ليه. ان شاء الله مش فاكرهاش، على حسب انتوا عايزين تمشي ولا لا، يعني على حسب احنا هنمشي ولا لا. كالندر تيبل، صح بالظبط. خدوا بالكم يا جماعه عشان الكالندر تيبل ده ضرب نار، يعني ده بيعمل الله شويه. بصوا احنا هنعمله على حاجتين وخلاص، والله مش بهزر فعلا، على داكس وعلى باور كويري. فاكرين باور كويري بتاع زمان ده اللي هو المطبخ ده؟ فاكرينه اللي احنا بنقعد نعجن فيه ده؟ معلش. بصوا يا شباب، مش احنا في الستار سكيما، معلش شباب، معلش انا اسف يا استاذ، معلش. احنا مش احنا في الستار سكيما قايلين ان ده دايمنشن تيبل، قصدي فاكت تيبل، وده مين تو 1. كل الجداول الصغيره اللي هي الدايمنشن بتفلتر على الفاكت، لكن الفاكت ما 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 ما, ما يفلترش، لان هنا المعادله، لان هنا قصدي الكروس فلتر رايح وانس سنجل مش بوث. بالظبط. فهنا الفكره في ايه؟ مثلا يقول لك هنا الريجن بتفلتر على الفاكت تيبل الريجن زيها، طب السيلز بيرسون بيفلتر برضه على الفاكت اللي زيها، البرودكت نفس النظام، طب والتاريخ ما بيفلترش؟ ده التاريخ ده مهم جدا، تاريخ. ما انت لازم تفلتر، مثلا تقول انا عايز اعرف الشهر ده بعنا منه قد ايه، الشهر الثاني بعنا منه قد ايه، السنه دي بعنا منها قد ايه. هنا بقى مش موجود التاريخ ده، فنعمل ايه؟ نكري التاريخ. التاريخ والله من اسهل ما يمكن، والله فعلا من اسهل ما يمكن. حاجه كده عشان تكونوا فاهمين اللقطه دي، احنا عملنا 5000 ميجرز من شويه، والميجرز في كذا حته ومتنطوره. نيجي بقى استاذه بس انت رحت طلعنا بجمله كده اللي هي حرقت لي الفيلم في الاخر، ان احنا نضم كل الميجرز في تيبل واحد، بحيث ان التيبل ده بتاع الميجر، بحيث ان احنا لما نيجي ننسى اي حاجه ندور فيه ونرجع. خلاص الميجر دي بقى نعملها زي حاجه اسمها اورجنايز يور ميجر، اللي انت تعمل اورجنايز الميجر. نعم تمام. هنيجي هنا كده في حاجه اسمها شباب معلش احنا هنكاري التيبل نحط فيه كل الميجرز اللي احنا هنشتغل عليه. خلاص وليكن انا هاجي مثلا في السيلز هنا، مثلا انا عايز بس التوتال سيلز، انا احط بس ميجر هنا غريب كده، مثلا في البرودكت، مثلا اعمل هنا ميجر، انسرت ميجر. معلش لحظه بس ركزوا بس معايا بالله عليكم. هنيجي هنا مثلا نقول له توتال سيلز ميجر، عشان يبقى عارف ميجر اهو، ونقول له ثم توتال سيلز اهو، ونقفل الكوس وندوس انتر. كده احنا عملنا ميجر اهو في الحته دي كده، في 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 في, في برودكت بالظبط. انا بقى عايز انقل السيلز ده لجدول ثاني ليا انا مختلف. بالظبط. هنيجي نعمل هنا كده، هنيجي نقول له شايفين حته انتر داتا دي؟ انتر داتا، هندوس على انتر داتا دي وهنقول له التيبل بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه ميجرز. ده الميجرز بتاعنا بقى اللي هو هيبقى ميجرز اهو، ميجرز تيبل. ركزوا بالله عليكم في اللقطه دي، بالله عليكم وحياتي عندك لو كان ليا عندك ايه؟ خاطر. بالظبط. هندوس لود، نعمل لود على طول، فكده عملنا جدول ميجرز لوحده.
فهنلم كل الليله دي عندنا احنا في الجدول ده. او يا مساعد نعم، كل الميجر اللي احنا عملناها نجمعها كلها في تيبل واحد، بحيث ان هي ما تبقاش ميجر في البرودكت، ميجر في السيلز، ميجر في الديت، كلهم يبقى في جدول للحسابات دي. او حاجه اسمها ميجر تيبل، هي ظهرت اهي فوق اهي. هنيجي عند اسمها موديل فيو، اهي موديل فيو. هنيجي عند الميجر اهو مثلا، هنيجي هنا كده وهنقول له روح من البرودكت روح على الميجر تيبل كده، خلاص راح اهو هناك. انت عارف، انا عارف الطريقه الثانيه. بص الميجر تيبل اهو، ونيجي هنا كده نمسح دي، نمسح الكولوم ده عشان الكولوم ده كده كده ملوش لازمه. ديليت فروم تيبل، يس. بس كده كده بقى عندنا الميجر تيبل في توتال ميجر. كده بقى كده ايه، بقت كل الميجر تتجمع في التيبل ده، يعني نعملها بعد كده في التيبل ده. خلاص بعد كده ان شاء الله. تمام، ده كده الميجر تيبل ده، نخليه كده ده على جنب، ده ما لناش علاقه بيه خالص. نيجي بقى نعمل بقى هنا جدول الكالندر او جدول التواريخ اللي احنا هنفلتر بيه على الفاكت تيبل. تمام، هنيجي نعمل هنا كده نيو تيبل. بص احنا عندنا حاجتين اللي نكريت بيهم جدول كالندر، هي معادلتين اتنين والله ما في غيرهم. في معادله ودي اللي هشرحها النهارده، والمعادله الثانيه بقى بكره ان شاء الله او المره الجايه، اسمها كالندر وكالندر اوتو. ايه الفرق ما بين الكالندر وكالندر اوتو؟ كالندر انت بتحط له التاريخ انت بايدك، تقول له انا عايز التاريخ من سنه 1/1 لحد مثلا 2015، هو يروح عامل كارياتا. اولا بيكريت التيبل بدون سبيس، بدون سكيب اي حاجه، يعني من 1 لحد 30، وكان مفيش سبيس فاضيه، مفيش قصدي تاريخ واقع، زي ان هو بيديك تاريخ بس وانت بعد كده تكريت عليه حاجات كتير. بس هو التاريخ ده بس، انا معلش هو ده بس اللي هشرحه، معلش فخليكم بس معايا، انا اسف والله الموضوع مهم جدا. هنيجي نقول له ايه؟ نقول له هنا اهي معادلات هنا حتى اهي. احنا قال لك احنا ممكن تعملها على داكس وممكن تعملها على باور كويري. هنا كالندر وكالندر اوتو، كالندر دي بتعمل التاريخ، وكالندر اوتو، كالندر اوتو بقى بتعمل ايه؟ بتسكان كل الداتا اللي عندك. كالندر اوتو دي جامده جدا، دي بتسكان كل التواريخ اللي عندك في التيبل كله ويجيب لك اول تاريخ وتاني تاريخ بس بدون فقد تواريخ في النص، يعني التواريخ كامله، السنه كامله. لان ممكن عندك فاكت تيبل يكون عندك 1 و2 وممكن ينقل على 5، يعني في تواريخ بتبقى واقعه. هو لا، بيجيب لك الجدول كله كامل التاريخ بتاعته. هنيجي نعمل هنا كده نيو تيبل اهو، او تيبل، هو تيبل مش كولوم ولا ميجر. هنقول له هنا اسمه ايه؟ اسمه ديت تيبل كالندر، او كالندر اهي اول واحده اهي، تعالى نعمل كده او نكبرها هنا كده كالندر اهي. بيقول لك الستارت ديت والمنث ديت والاند ديت. عشان نكتب الديت نكتب معادله اسمها جواها اسمها ديت، ديت عشان يفصلها لك ديت اهي. يقول لك الير ايه؟ احنا عندنا من 2000 الجدول اللي انا فاكره من 2017 لحد 21، هنقول له 2017 اهي كوما المانث 1 الدي 1، نقفل القوس ده بعد كده كوما تاني كوما، ونكتب ديت تاني عشان ندخل فيه الاند ديت، ديت اهو تاني 2017، لا 2021 قصدي بقى 2021 كوما 12 31، ونقفل القوس ده ونقفل القوس ده وندوس انتر. والله سهل ما يمكن اهو، دي التيبل اهو، او الكالندر اهو. هنيجي نروح بقى عند الديت تيبل، يعني نخش جوه الجدول اهو. الجدول اهو يا جماعه، بصوا اهو جاب لي من اول 1/17/2017 لحد 31/12/2021. تمام، هنيجي هنا التايم، ما احنا هنعملها دلوقتي، هو جاب التايم فعلا بس التايم كله زيرو، فهو جايبها لك كلها 12 اي ام. هنيجي نعمل ايه هنا؟ هنيجي ندوس على اول واحده هنا كده، وبعد كده نقول له ده ديت، لا نقول له ده ديت مش ديت تايم، ديت بس عشان يقلبها لي ديت بس، خلاص ديت اهي. وبعد كده هنقول له احنا مش عايزينه كبير قوي كده، هنقول له في الفورمات دي كده نخليها فورمات 14 مارس، انا بحب الفورم اللي هو الشكل ده كده. تمام، او مثلا نزود عليها مثلا اللي هي تبقى، ولا ما كترش. تمام، هندوس نيو كولوم. هنفنط بقى التاريخ ده لكذا حاجه، يعني مثلا التاريخ ده نجيب منه المانث نمبر عشان لما نيجي ايه نفلتر بالشهر. المانث نمبر هنيجي نكتب هنا مانث نمبر
تمام اهي والله سهله. هنقول له ايه يعني المانث نمبر، هنكتب معادله اسمها مانث بس اهو، نحط الديت. الديت اللي هو ايه؟ الديت ده هيبقى ديت جوه الديت تيبل اهو، ندوس انتر. جاب لي من الشهر الاول اهو، لما ننزل تحت شويه كمان قال لك شهر 5 وشهر 6 وهكذا. بعد كده نجيب المانث نيم، هنعمل نيو كولوم تاني اهو المانث نيم، ونجيب ايه؟ فورم ولا كده احسن كده؟ القلب الكبير ده، ده القلب الكبير. فورمات، فورمات دي لازم معادله دي يا جماعه تكست. فاكرين تكست ام 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 دي 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 واي واي واي؟ انتوا اكيد فاكرين الجمله دي. هنيجي نكتب هنا فورمات اهي، فورمات الفاليو هيبقى ايه؟ الفاليو هيبقى الديت اللي هو التاريخ ده، اللي هو التاريخ ده كده هيبقى ديت، ديت اهو كوما، وبعد كده شيفت كوتيشن ام 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 شيفت كوتيشن، نقفل القوس وندوس انتر، جاب لك التاريخ. نجيب ايه تاني؟ ما هو لازم تفنط الشيت كله، مش تفنط، تفنط التاريخ كله. يقول لك مثلا ايه؟ الويك، انهي 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 اسبوع؟ لا اه شكرا شكرا مانث نيم دي كده المانث نيم. ايه ده تاني كده؟ بس على فكره انا عديته، انا عديته اه. انت على فكره انت بتعملي في الحلم، انت ممكن تطير دلوقتي. تمام. بصوا يا شباب، هنيجي نجيب بقى ايه؟ معلش معلش انا انا اسف انا اسف، اخر بس حاجه ان شاء الله. احنا الكالندر ده احنا هنفرد كل الـ كل الـ كل الـ التاريخ، هنفرده عشان نجيب منه كل التفاصيل. احنا جبنا المانث نمبر رقم الشهر، وجبنا المانث نيم، وهنجيب بعد كده الويك نيم، الويك ويك نمبر قصدي ويك نمبر. في معادله يا جماعه اسمها ويك نمبر، في معادله اسمها ويك نمبر، ويك نمبر اهي، ويك نمبر اهي، في معادله اسمها ويك نمبر اهي اهي. هنقول له التاريخ اللي هو الديت برضه، ديت في الديت تيبل اهو. بصوا اول حاجه اسمها ديت تيبل اللي هو اسم اسم الجدول، والديت ده اللي هو العمود اللي جوه الجدول. ونقفل القوس ده كده وندوس انتر، جاب لك الويك نمبر. من ضمن الحاجات برضو الاخيره اللي هو الكوارتر، هنعمل هنا كده نيو كولوم تاني، وبعد كده هنكريت اهو كوارتر كيو تي ار. في معادله ما برضو كوارتر، والله الموضوع سهل، والله سهل. ديت اهو، نطلع لفوق خالص هيبقى ديت تيبل ديت اهو كده كده كويس قوي يا غازي، كده كويس عشان ما نطولش اكتر من كده اه كده كويس. فكده الجدول اهو كده طلع كله، عشان بعد كده الجدول ده نقدر نفلتر بيه الشيت كله، لان لان الشيت ده السكيما دي ما فيهاش جدول، ما فيهاش جدول تواريخ، فاحنا بنكريت احنا جدول التاريخ. اخر بقى حاجه بقى عشان نحط ختم النسر، هو ايه قصدي مثلا اخر حاجه عشان نحط ختم النسر للجدول ده؟ لا اه على الجدول ده، لا مارك ذيس تيبل از تيب از ديت. بورك يا جماعه، هنيجي نعمل هنا فين عند الديت ده كده، وندوس هنا كده، بصوا العلامه دي اهي كده، مارك ذيس تيبل مارك از ديت تيبل، ان الجدول ده يبقى تاريخ، ده التاريخ اللي انت هتفلتر بيه بعد كده اهو. هيقول لي انت عايزه اه، اقول له ده تمام، يقول لي انا عايز حاجه واحده بس، اقول له الديت دي. بص اول ما تيجي ادوس عليها هيقول لي الديت اهي، اللي هو اول حاجه انا كريتها خالص اهي، ندوس سيف كده، بقى ده الجدول المختوم من الشركه عندنا. هنيجي نعمل هنا كده اهو، ده ديت تيبل، هنربط الديت ده بالديت ده اوردر ديت، بقت العلاقه 1 تو ميني. السلام عليكم. انا اتمنى اتمنى طب لو انتوا والله بصوا، هي بس حاجه بتاكلني كده، اسناني بتاكلني والله. في حته كده في الباور كويري اخيره، بس اخيره احنا كده هنسيف ده كده، سايبها لكم بره كده اهو عشان ابعت لكم، عشان تبقوا انتوا شايفين الجدول ده معمول ازاي. هسيبه كده بره، هقول لك ايه؟ سيت كومون ديت تيبل اهو، ده ويز انسرز اهو، ويز انسرز، عشان بس ما ارجعش تاني ليها. انسرز اهي، نقفل ده كده كده، انا سيفته بره، نقفله. وانا سيفته فين؟ اهو، نعمل كده كات ونحطه برده كده في الديسكتوب عشان ابقى عارف اني اللي اشتغل في الديسكتوب واني لا.
اخر بقى حاجه خالص، نفتح بقى باور كويري. باور كويري دي التيبل بس كده بلغه الام بس كده. على فكره دي الحاجه الوحيده اللي عارفها في لغه الام بس، وبعد كده خلاص. صدقوني انا عارف ان انا ثلاثه دلوقتي او اربعه. انا عارف صح يا باشمهندس؟ انت دلوقتي شايفني اربعه دلوقتي، تلاقيني بعمل كده. انا صدقوني انا، لا انا شايف كله كده. انا حتى صدقني انا متاكد، انا اول ما اقعد في المواصلات هتلاقيني بقى عارف انت. تمام. نفتح بقى ميكانيك دي تيبل في لغه الام اللي هي لغه بصوا هي دي مش ضروريه قوي زي التاكس. التاكس ضروري شويه. بصوا اهي دي كده عندنا الجداول اللي هي الستار سكيما. الستار سكيما عندنا كل الجداول مربوطه بالفاكت تيبل بس ناقص ايه؟ جدول الديت. ده مش موجود. فنكريته ازاي بالباور كويري؟ هندوس هنا عند ترانسفورم داتا. طبعا هيقول لك الداتا طبعا السورس بتاعها متغير، وتلاقي هيجي لك دلوقتي ايرور دلوقتي. قال لك ان الداتا السورس بتاعها متغير، اقول له مفيش مشكله. هنيجي هنا كده نقول له نيو بلانك كويري. بلانك كويري ندوس يساوي ليست دوت ديتس اهي. تاني واحده اهي، تاني واحده اهي، وندوس هنا كده. بص اللي حصل، هنشيل ال 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 اي دي ال اي اس دي، هنشيلها دي كده خالص وهندوس هنا كده بالماوس. بص فتح لي ايه؟ فتح لي ليله. بص فتح لي حاجات كتير قوي. انت بس كل اللي هتعمله تقول له ايه؟ انا عايز الجدول يكون ترجع لورا خالص كده من اول 2017، من 1/1/17، من لا من 1/1/2017. بيقول لك الكاونت. بص انت مش محتاج تعمل اي حاجه، انت بص قول له كاونت مثلا خمسه، مثلا خمسه، وبيعدي الستبس باليوم. يعني من اول 1/2017 يمشي كل خمسه ويعدي يوم. بص انفوك، انا هقول لكم بس هعملها ازاي. انفوك اهي، بصوا جاب لي المعادله اهي من 1/1 لحد 5/1. هنيجي هنا بدل الخمسه دي احنا عايزين كام سنه؟ مش 1/2017 لحد 21، يبقى خمس سنين، يبقى 5 في 360. 5 في 365 قصدي، 365. بس كده ندوس انتر. بس كده نقعد ننزل، هتقعد تنزل معانا، هتقعد ننزل، نقعد ننزل معاه. بس كده شكرا. تو تيبل كده احنا كريتنا البتاع ده. في على فكره دي اسهل من التاكس، على فكره دي اسهل من التاكس والله. هندوس اوكي. دي بقى ايه؟ انت مش محتاج تكتب معادلات، انت تيجي تدوس هنا كده، شايف اد كولوم دي؟ اد كولوم اللي فوق دي كده. بس ده التاريخ. تقعد بقى هنا بقول لك ايه؟ انا عايز الير بتاعته. السلام عليكم، دوس على التاريخ تاني. بقول لك ايه؟ انا عايز المنصب بتاعه. دوس على التاريخ تاني. بقول لك ايه؟ طب لا بص انا عايز بقى اسم المنصب. بقول لك ايه؟ انا عايز ده، لا انا عايز الكوارتر. بقول لك ايه؟ تعالى. جدول؟ ما هو مفيش جدول الكالندر ده، انت مفيش حاجه تفلتر بيها. يعني انت دلوقتي خلص بس الجدول ده، العلاقه دي كلها فيها برودكت، فيها كاتيجوري، فيها مانجرز، فيها كلها، بس مفيش تاريخ. انا عايز افلتر بالتاريخ، افلتر بايه؟ فانت بقى بتفلتر، انت بقى بتكري في الكالندر تيبل. دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تكريتها بره الشغل. بصوا يا شباب، معلش معلش، اخر حاجه، احنا عملنا الير وعملنا المانس وعملنا ولما كان نيجي هنا نقول له الويك. انا عايز الويك اوف الويك اوف يير. بص احنا قاعدين، احنا بص ونعمل كده في الاخر خالص، هندوس كلوز اند ابلاي. اخر بقى حاجه خالص، اخر حاجه خالص، بعد كده هنيجي في الداتا ريليشن شيب. هنيجي نحط ختم النسر عليها يا استاذ غازي اهو. هو ده الجدول، هو ده الجدول اهو. نيجي بقى هنا كده، ممكن نغير اسم الجدول ده ونخليه اسمه ديت تيبل. تيبل اهو. ونيجي هنا كده نقول له هنا كده مارك فين؟ نقف على الجدول ده اهو. لا يبقى نخش هنا كده ونقول له ايه؟ اهو هنا كده في التيبل فيو. مارك فين مارك؟ ولو مش شايفه جدول ولا ايه؟ المفروض لا، هو المفروض الجدول، هو المفروض يتعمل جدول. مارك طب تمام. يعني الديت فين؟ هو الديت ده مش موجود. الكولومون ده مش موجود يا استاذه، الكولومون ده مش موجود، اسمه ديت. ايوه نكتبه كده ديت، نكتب ديت. بص كده كده كتبنا الديت اهو. نيجي هنا في ريليشن ونيجي هنا في كده، برده ما ظهرتش. ماشي، ناخد الديت دي كده نحطها مع الاورنج ديت، مع الاوردر ديت.
قال لك one to many، هي بس الحته اللي بتاعت ماركس ديس تيبل از تيبل دي مش عارف ما جاي ما ظهرتش لي اهي مارك لا مش عارف ظهرتش لي بس هعرفها لكم يعني. بس كده احنا عملنا كده جدولين، جدول بالداكس وجدول بالكوري. بس على فكره الكوري طلع اسهل بكتير على فكره واسرع. شكرا جدا لكم يا جماعه، وكان معكم محمد تحسين كراسي الشاي. بعد سنة نقفل بقى كده في الاكسل. طب استني اقول نوقف دي كده لحظه. شكرا جدا يا شباب، شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم. ستوب شيرنج اهو ونعمل ريفا، نعمل دي كده ونعمل دي كده.